الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة هتكون حلقة مهمة جدا، وكالعادة هنتحدث في العديد والعديد من الأمور سواء على الصعيد المحلي أو أيضا العالمي، وبالتحديد فيما يتعلق بنادينا العظيم النادي الأهلي وكل جديد يخص هذا النادي. ضيف حلقتنا النهاردة الأستاذ أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي، وهنتكلم في أمور عديدة كما هو المعتاد ونفتح كل الملفات. عندنا كلام بخصوص استعدادات النادي الأهلي لمباراة الانتاج الحربي، ودي جزئية غاية في الأهمية ومباراة مهمة جدا بالنسبة للفريق. هنستفيد في الحديث عن هذه الجزئية بعد ما نشوف أهم وأبرز العناوين. يلا بينا. الأهلي واصل تدريباته استعدادا للانتاج الحربي. متولي يجري أشعة جديدة وفحص طبي لعمار حمدي. الأهلي يتفوق على ميلان الإيطالي في ترتيب أندية العالم. عبد الحفيظ نتواصل بشكل مستمر مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية. الجبلاية تخاطب فيفا من أجل تطبيق تقنية الفيديو. البدري يدرس استبعاد صلاح من ودية بوتسوانا. بركات يجهز لائحة جديدة للمنتخب قبل معسكر أكتوبر. طيب، أخبار متعددة، أهم هذه الأخبار فيما يتعلق بالنادي الأهلي والفريق الأول لكرة القدم بالتحديد في إطار استعداده للمباراة القادمة، مباراة الإنتاج الحربي وثاني جولات بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز في أول جولة على فريق سموحة في مباراة كانت صعبة ومهمة جدا. أيضا مباراة الإنتاج الحربي مباراة غاية في الأهمية وغاية في الصعوبة، بيسعى من خلالها النادي الأهلي أنه هو يواصل انتصاراته، وبداية الموفقة جدا والمناسبة والمميزة بكل تأكيد مع مستر رينيه فايلر في مختلف البطولات. دايما متعودين من النادي الأهلي أنه هو بيطوي الصفحة السابقة ويفكر كل التفكير فيما هو قادم. القادم هو مباراة الإنتاج الحربي، مباراة مهمة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي. بالتالي الفريق بيستعد لهذه المباراة من خلال تدريبات امبارح. بالمناسبة كان ممكن يبقى فيه راحة للاعبين، لكن مستر فايلر قرر ان هو يلغي هذه الراحة، بالتالي كان فيه تدريب مسائي للنادي الأهلي. النهاردة كمان الفريق بيواصل تدريباته استعدادا لهذه المباراة. عشان نقرب من الكواليس بشكل أكبر ونشوف كل ما هو جديد خاص بالتدريبات واستعدادات الفريق، خلينا ناخد على الهاتف زميلنا العزيز كريم أحمد مراسل القناة الأهلي. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميلي امير، كل التحية ليك ولجمهورنا وكل مشاهدي قناة الأهلي. اهلا بيك يا كريم، عايزين نطمن من خلالك على استعدادات فريق النادي الأهلي للمباراة المقبلة امام الانتاج الحربي بإذن الله. يمكن نأكد على كلامك طبعا امير في البداية، بدون راحة، استعدادات قوية ومكثفة لبطولة الدوري العام، مباراة الانتاج الحربي، كل المباريات صعبة، كل المباريات لها حسابات خاصة لفريق النادي الأهلي. عندنا بعض الإصابات، بعض الغيابات، لكن الحالة المطمئنة الكبيرة اللي احنا بنأكد عليها من خلالك من خلال قناة الأهلي ليك الجاهزية التامة لكافة اللاعبين، كل اللعيبة اللي متواجدة اللي في القائمة وخارج القائمة، الكل، أي حد بيكون متواجد أمير وبياخد فرصة في الملعب بيأدي الأداء المطلوب، واللي بنتمناه إن شاء الله بإذن الله إن ربنا يلعب الإصابات شوية عن النادي الأهلي الفترة اللي جاية، لأن الفترة اللي جاية مضغوطة بشكل كبير، مباريات أفريقية ومباريات بطولة الدوري العام. لكن يعني الحمد لله، أنا يمكن عايز أطمنك برضه على عمار حمدي، يمكن أنت اتكلمت على محمود متولي، محمود متولي بالفعل يمكن مستمر في مرحلة التأهيل. عمار حمدي من لحظات كان في مستشفى المعلمين قريبة جدا في النادي الأهلي للاطمئنان على الظهر، كان عنده آلام في الظهر اشتكى منها وعنده بعض يعني بدايات كده ليه نزلة برد. النهارده الأشعة اللي عملها يمكن خلال ساعة أو أقل من ساعة تكون نتيجتها للاطمئنان عليه، ما بيشاركش النهارده في التدريبات بشكل عام، بيأدي تدريبات فردية، لكن كل اللعيبة أمير حالتها البدنية والفنية والروح المعنوية مرتفعة بشكل كبير جدا. النهارده كمان مستر ريني بايلر قبل انطلاق المران محاضرة والتأكيد على مواصلة الانتصارات، اللعب بجدية بكل قوة إن شاء الله خلال المباراة القادمة والمرحلة القادمة بالنسبة لي للنادي الأهلي. كمان النقطة المهمة جدا اللي عايز أتكلم فيها وهي الفنيات اللي إحنا بنشوفها يا أمير، والتكتيك اللي الراجل بيقوم بيه، والتصحيح الأخطاء المستمرة. النهاردة يمكن الراجل
التدريب طبعا لسه في المنتصف، ولكن الراجل مخصص جزء تكتيك، الراجل عايز يوصل للعيبه كيفيه التحرك بدون الكوره في اماكن معينه في الملعب. كويس. نقطه مهمه جدا، لان ممكن في المباريات اللعيب بلغه الكوره يطرح شويه كده، لكن تاكيده والراجل بيمثل بنفسه وبيشرح بنفسه وبيوقف بنفسه، ده شغل كبير وجهد كبير. والحاجه الرائعه كمان ان الاستجابه اللي بنشوفها من لعيبه النادي الاهلي، بعض الاهداف وبعض الفرصات وبعض الخصوبات اللي كانت في مباراه الزمالك او في مباراه سموحه، منها شغل تكتيك كبير جدا يعني من خلال متابعتنا الكورنر. انا مش عايز احرق طبعا حاجات خاصه جدا هنا في ملعب مختار السيبش ليه رؤيه، لكن الكورنر ده متفق عليه، وعلى العرض القريبه ليها طريقه وعلى البعيده ليها طريقه. في شغل اهداف كبير جدا، يعني امور تكتيكيه بتحدث امامك في استاد مختار التتش يا كريم، وكلها عباره عن تدريبات تكتيكيه وفنيه بالنسبه للفريق. بالتاكيد يعني كلها الامور كده، الراجل مركز عليها بشكل كبير جدا للعيبه، طلب كل اللعيبه منضمه. الاول الراجل كان بيستبعد بعض اللعيبه، بيحاول ان يركز على بعض اللعيبه المعينين اللي بيكونوا معاه في القائمه، لكن الواضح والشكل العام الواضح بعد الاداء المميز اللي بنشوفه من ديانج، بنشوفه من كل اللعيبه، الراجل اللي بيحاول ان هو يثمن عليها الفرص متاحه للجميع، كل اللعيبه ليها فرصه. خلاص ما بقتش تقدر تعرف مين اللي يقدر يكون متواجد في التشكيله الاساسيه او كويس يكون خارج، ده نظرا طبعا للجديه والحماس والتركيز الكبير جدا اللي باكد عليه من خلال تامير للاعيبه النادي الاهلي. كالعاده ايضا فعلا هو التدريب الاخير هنا على ملعب مختار التتش استعدادا طبعا لمباراه الانتاج الحربي، بعدها مباشره النادي الاهلي يتوجه الى احد الفنادق القريبه جدا من استاد السلام. يعني كلنا ان شاء الله ثقه امير في اللاعبين باذن الله، مباراه تكون مناسبه للنادي الاهلي، وان شاء الله ان مستر ريني فايلر يكون موفق في اختيار التشكيل، ولاعيبتنا ان شاء الله باذن الله تكون في فورمه المباراه بالنسبه ليوم الاربعاء ان شاء الله. انا معاك كبير ايضا لو سالت. طيب كريم، عايز اسالك على بعض اللاعبين سواء فيما يتعلق بسعد سمير ومحمد محمود، متى يمكن اقحامهم في قائمه الفريق لاي مباراه مقبله؟ هل ممكن من المباراه اللي جايه نتفاجئ ان سعد سمير او محمد محمود موجودين في القائمه، ولا لسه هيبقى في انتظار وتمهل بسيط لعودتهم لقائمه الفريق؟ يمكن نقطة مهمة جدا طبعا يا جماعة بالنسبة لسعد ومحمد محمود. يعني لو هتكلم على سعد سمير، يعني سعد وصل للمرحلة النهائية والأخيرة، هي تبقى طبعا الرؤية الفنية لمستر ريني فايلر، لكن سعد سمير في تدريبات الكرة في الاشتراكات في الالتحامات كويس واضح خلاص مش فاضي كامل، عنده إصرار وعنده جدية والراجل عايز يكون متواجد. سعد سمير عندنا بعض الغيابات، فسعد فرصته كبيرة إن هو يكون متواجد في القائمة، لكن اللعب من عدمه طبعا دي رؤية مستر ريني فايلر. محمد محمود ايضا نفس الامر، لكن القريب مختلف شويه امير، انت عارف يعني بيكون في تأني كبير جدا جدا بعد التأهيل في تدريبات الكوره بنشوفه. ايضا محمد محمود يعني منتظرين وجمهور النادي الاهلي طبعا ان هو يشوفه ان شاء الله في الملعب، لكن الاختيار هيكون مهم جدا لمستر ريني فايلر للدفع لمحمد محمود بالتحديد جزء من المباراه، مباراه معينه ما يكونش فيها التحامات ما يكونش فيها اي خطوره عليه، لكن جاهز سعد جاهز محمد محمود جاهزين فنيا وبدنيا، لكن تبقى الرؤيه الفنيه الاخيره للجهاز الفني بالدفع دي سواء في المباراه القادمه او ان شاء الله في مباراه اسوان المتاحه في مباراه الانتاج الحربي. اخبار صالح جمعه عندك ايه يا كريم؟ بيأدي صالح جمعه طبعا كالعاده تدريباته بكل جديه، المنافسه قويه جدا، المنافسه شرسه، ودي الحاجه اللي كنا بنتمناها من فتره ان يكون في منافسه قويه بين اللاعبين في اكثر من لاعب متواجد في كل مركز. قرشه صالح اعضائي كل اللعيبه يمكن بتأدي بكل جديه، انا بأكد لك على صالح يعني ان شاء الله باذن الله المرحله اللي جايه مع التلاحم المباريات الكبير ومع الشكل العام اللي احنا بنشوفه اكيد صالح هيكون ليه فرصه واثنين وثلاثه خلال الايام القادمه، لكن لابد يكون في تركيز. وطبعا يعني يمكن الراجل اتكلم معاه واحاديث كثيره مع صالح جمعه، ان شاء الله صالح تدريجيا ان شاء الله خلال الايام القادمه هيستعيد مستواه المعتاد. لصالح جمهور النادي الاهلي بتربطه علاقه كبيره جدا بين صالح جمعه وجمهور النادي الاهلي، واحنا كمان ايضا كمان كداعمين لصالح جمعه ان شاء الله بنتمناه يكون متواجد في لياقته البدنيه والفنيه الرائعه اللي احنا بنتمناها ان شاء الله من صالح جمعه. بمناسبه لياقته البدنيه والفنيه، هل هو بيشارك في المرن الجماعي بشكل طبيعي ولا ليه برنامج تاهيلي خاص بيه؟ المشاركه بالنسبه للعيبه كلها امين، يعني يمكن انا بتكلم على صالح، لا المشاركه بتبقى للكل، الكل اللي بيشارك في التدريب بشكل عام، يعني الراجل لما بيكون في بعض التدريبات المنفرده بيحاول يزود مع بعض اللعيبه، بيكلم طبعا مسؤول مستوى المدرب العام للنادي الاهلي ان يكون في زياده شويه لبعض اللاعبين، لكن الكل متواجد بكل اللعيبه بتأدي التدريب، الجرعات التدريبيه اللي بنشوفها ما فيهاش بدني كتير يا امير بشكل عالي زي ما احنا بنكون متوقعين، على قد ما هي بيكون فيها شغل بالكوره وشغل تكتيك في حمل بدني، لكن كله
في اطار تصحيح الاخطاء وفي اطار تصحيح الواجبات الدفاعيه والواجبات الهجوميه لفريق النادي الاهلي. زميلنا المتالق دائما كريم احمد، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه وهذا التقرير الوافي بخصوص استعدادات الفريق ومران الفريق بالتحديد في هذه اللحظات استعدادا لمباراه الانتاج الحربي. المباراه بعد بكره باذن الله يوم الاربعاء الساعه 8 مساء على ملعب السلام. كويس انه هيبقى على ملعب السلام لان ملعب ارضيته المفروض ان هي كويسه بخلاف ارضيه برج العرب اللي صعبه جدا في الحقيقه، مستواها سيء يعني ارضيه ما تساعدش انك تتفرج على المباراه كويسه في كل الاحوال. لكن ان شاء الله نتمنى فوز النادي الاهلي في هذه المباراه يواصل انطلاقته، وهتبقى خطوه مهمه قوي بالنسبه للنادي الاهلي مع بدايه بطوله الدوري ان هو يكسب فريق قوي زي فريق الانتاج الحربي. دايما مباريات مع الانتاج بتبقى صعبه شويه. اتكلمنا عن استعدادات النادي الاهلي وطمنا جمهور النادي على كل لاعبي الفريق. في اخبار بقى كتير جدا كالعاده كتبت عن النادي الاهلي في الصحف النهارده، نروح نشوفها يلا بينا. جريدة الأخبار: عجلة الإنتاج تدور في الأهلي، الفريق يطوي ملف كانو ويتحفز لاستئناف منافسات الدوري. الأخبار المسائي: طوارئ في الأهلي لموقعة الإنتاج، فايلر يحدد مهام اللاعبين ويدرس المنافس بالفيديو، مدرب الأحمر: ليس لدي لاعب مفضل. أخبار الرياضة: مكاسب بالجملة بعد التأهل الإفريقي، فايلر يتقمص روح جوزي مع الأهلي. أخبار الرياضة: اليو ديانج بمنتهى الثقة، أثبت جدارتي وأنا الأفضل مع احترامي للجميع. الأهرام: فايلر يرفض العفو عن صالح جمعة ويمنحه فرصة أخيرة، المدير الفني سعيد بتطور الأداء ويطلب تقريرا كاملا عن الإنتاج الحربي. الأهرام المسائي: الأهلي لا ينام، فايلر يطالب بمدافع ومهاجم رغم الانتصارات، واجتماع مع الخطيب لشرح الملابسة. الجمهورية: 8 نجوم صداع في الأهلي، جلسة مع فايلر لتجديد عقود لاعبيه. المساء: الأهلي يعود لأجواء الدوري ويستعد للإنتاج، صالح جمعة يعتذر وشارك بقوة في التدريبات، مران خاص للمدفعجية وتألق مارسيلو وصبحي وياسر إبراهيم. الوفد: بعد التأهل لدور المجموعات الإفريقي، فايلر يشعل الصراع بين نجوم الأهلي ويكسب رهان التدوير وغرامة سرية ضد صالح. الدستور: الخطيب: ملف حازم إمام مسؤولية فايلر وتوفيق، يشترط توقيع اللاعب على العقود. الشروق: فايلر بعد الرباعية أمام كانو سبورت، الأهلي استحق الصعود لدور المجموعات عن جدارة، لست مطالب بتبرير اختيار التشكيل الأساسي، كل اللاعبين لديهم فرصة المشاركة في المباريات وأداء الفريق سيتحسن. الوطن: مكافآت مضاعفة في الأهلي بسبب الفوز المتتالي واحتواء غضب حسين السيد، النادي يفتح ملف تعديل عقد فتحي، فايلر يجهز القوة الضاربة لموقعة الإنتاج، وقناع إسباني لمروان محسن. المصري اليوم: فايلر ينقلب على صالح جمعة، عبد الحفيظ يوقع غرامة مالية على اللاعب وارتياح بعد التأهل لدور المجموعات الإفريقي. اليوم السابع: تدوير اللاعبين شعار فايلر في الأهلي، المدرب السويسري يعيد القوة الضاربة أمام الإنتاج الحربي، وعبد الحفيظ يدعم ديانج. نبتدي سخنين كده شوية، خلينا نخش على الأهرام نشوف الأهرام بتتكلم على إيه بخصوص النادي الأهلي. الأهرام بتقول ان فايلر يرفض العفو عن صالح جمعه ويمنحه فرصه اخيره. يعني في تناقض في العنوان. يعني ازاي بيرفض العفو وازاي بيديله فرصه اخيره؟ لكن في العموم المدير الفني سعيد بتطور الاداء ويطلب تقريرا كاملا عن الانتاج. عايز اعلق على الجزء الثاني من الخبر وبعد كده ارجع للجزء الاولاني اعلق عليه بشكل مفصل شويه. موضوع ان هو سعيد بتطور الاداء هيبقى فيه افضل كمان من كده، ودي تصريحات مستر فايلر.
تقرير كامل على الانتاج الحربي. خلاص التقرير موجود والراجل بيدرس الفريق بشكل مميز، واتفرج على المباراه الاخيره ليهم في بطوله الدوري. وميزه من مميزات زي ما بقول لحضراتكم دايما مستر فايلر ان هو بيدرس المنافس بشكل جيد. لكن فيما يتعلق بصالح جمعه وموضوع الفرصه الاخيره وكلام من ده، للاسف يعني الموضوع بمنتهى البساطه، طول ما مفيش فتره قيد مفتوحه إذن الفرصة سانحة لصالح جمعة. ركز في الكلام، طول ما مفيش فترة قيد مفيش انتقالات سواء صيفية أو شتوية شغالة، فإذن الفرصة قائمة أمام صالح جمعة وسانحة بكل تأكيد إن هو يركز ويرجع لمستواه. كان في عقوبة مالية، طبعا كان في عقوبة مالية، والنادي الأهلي أعلن عن كده بسبب إن هو تغيب عن مرار المستبعدين وكلام من ده ومن غير إذن. لكن في كل الأحوال صالح جمعة في إيده ان هو يبقى صالح جمعه للناس مستنياه، وكلنا في الحياه منتظرين صالح جمعه لانه قيمه فنيه كبيره جدا واضافه لاي فريق بشكل عام. وهنشوف الفتره الجايه الامر هيستقر على ايه بخصوص صالح جمعه، والقرار في ايد اللاعب. قرار ايه؟ قرار عودته للمشاركه في المباريات في ايده. الامكانيات معروفه، الفنيات ما فيش غبار عليه، لكن الالتزام دايما، لما هتلتزم اكيد هتشارك، ودي سمه من سمات النادي الاهلي الاساسيه بكل تاكيد. ده موضوع صالح جمعه لان الكلام كتير عليه طبعا كالعاده خلال الفتره الحاليه، وهتلاقوا اخبار كتير في الجايين يعني انتوا شفتوهم. نروح للاهرام المسائي. الاهلي لا ينام، فايلر يطالب بمدافع ومهاجم رغم الانتصارات، واجتماع مع الخطيب لشرح ملابسات. مفيش اي طلبات لحد دلوقتي، لحد اللحظه بتكلم فيها مع حضراتكم، لحد اللحظه دي مستر فايلر لا طلب مدافع ولا طلب مهاجم. الكلام ده ما اتطرحش اصلا. بالمناسبه بخصوص الدفاع، مستر فايلر لسه هيستعيد خلال الفتره اللي جايه قيمه كبيره ولاعيب مميز جدا زي سعد سمير وخبرات عظيمه وشخصيه قويه في الملعب، وعنده محمود متولي كمان هيعود من الاصابه قريبا، فبالتالي لسه الراجل ما استقرش هل هو في حاجه لمدافع ولا هيكتفي باللي موجودين، وخصوصا ان احنا عندنا مدافعين مميزين في ظل كمان ظهور ياسر ابراهيم بشكل مميز. موضوع المهاجم ايضا لسه سابق لاوانه، لان فتره الانتقالات لسه ناقص عليها بالظبط شهرين، شهرين ونص تقريبا او ثلاث شهور. احنا في شهر ايه؟ 10، بكره شهر 10 و11 و12، ثلاث شهور بتبتدي فترة الانتقالات، فلسه الكلام بدري شوية، لكن دايما بيبقى شيء بيجذب القراء والمتابعين عشان يقروا الصحف يعني بشكل عام، لكن لسه بدري. اجتماع مع الخطيب لشرح الملابسات، هيبقى في اجتماع لكن برضو مش التوقيت بتاع اجتماعات دلوقتي، اكيد مفيش اي اجتماعات ولا في اي حاجة، والامور حتى الان ماشية بشكل جيد في اطار تقييم مستر فايلر اللي لسه مستمر بيقيم اللاعبين والعناصر والمراكز كلها بشكل كامل، وماشي بشكل موفق جدا في الحقيقة. نروح لجريدة الجمهورية. جريدة الجمهورية بتقول ان في 8 نجوم صداع في الاهلي. 8 نجوم اللي هم مين؟ هم قصدهم يعني عشان تجديد العقود وكلام من ده، واحنا عندنا بعض اللاعبين اللي عقودهم هتخلص مع نهاية الموسم، اللي هم مين؟ شريف اكرامي، رامي ربيعة، حسين السيد، احمد فتحي، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، واحمد الشيخ. دول الثمانية اللي عقودهم هتخلص مع نهاية الموسم. في تفكير في تجديد عقود اللاعبين؟ مؤكد في تفكير. التوقيت المناسب بيكون امتى في فتح هذه الملفات؟ ده بيكون في ايد المسؤولين في النادي الاهلي، سواء الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره او مدير التعاقدات والتسويق، طبعا بالتشاور بكل تاكيد مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. لكن خلينا كده نحاول نستشف مع بعض، ودايما بنحاول نتواصل مع الجمهور بشكل دقيق شويه. يعني نتناول اسم اسم. شريف اكرامي التجديد سهل، رامي ربيعه بسيط، حسين السيد في كلام، احمد فتحي باذن الله هيحصل، حسام عاشور اسهل من كده مفيش يعني، صالح جمعه هنشوف، ما عنديش فكره بصراحه بخصوص صالح جمعه، لكن اكيد لعيب مميز ولو الامور مشيت بشكل جيد اكيد النادي الاهلي هيبقى متمسك باللاعب. وليد سليمان ايضا مفيش خلاف، مش بتكلم على خلاف تجديد للاعب او عدم تجديد، لا يعني مش هيبقى في خلافات في التفاوضات او الامور التفاوضيه والماديه ما بين اللاعب والنادي زي ما بتكلم حضراتكم. احمد الشيخ كمان نفس الموضوع، فالامور بسيطه، البعض دايما بيحاول يضخمها، لكن الاهلي بيشوف احتياجاته ايه، طلبات المدير الفني ايه، مين اللي هيبقى عايزه يجدد، مين مش هيكون في حاجه ليه، وبناء على كل هذه القرارات بيتم اتخاذ الخطوات سواء بالايجاب او بالسلب. هنشوف خلال الفتره اللي جايه.
نروح للمسا. الاهلي يعود لاجواء الدوري ويستعد للانتاج. بصراحه الواحد نفسه الاهلي يلعب كل يوم، خصوصا في ظل الانتصارات المتتاليه وفي ظل الاداء كمان الممتاز في الحقيقه. نتمنى الاستمرار على هذا المنوال. يعني صلاح جمعه يعتذر وشارك بقوه في التدريبات امبارح، يقال ان هو شارك فعلا بكل قوه في تدريبات الفريق، ونتمنى له العوده سريعا ان شاء الله. مش عايز اعلق بصوره كبيره على صالح في الحقيقه. مران خاص للمدفعجيه وتالق مارسيلو، حسين السيد لعيب كبير وبيؤدي بشكل كويس، و رمضان صبحي وياسر ابراهيم بيوصلوا تألقهم. كلام طبيعي كله. نروح للوفد بعد التأهل لدور المجموعات الافريقي. فايلر يشعل الصراع بين نجوم الاهلي، هو ناجح في كده بصراحه بشكل مميز جدا جدا، في ظل ان هو ادى فرصه لكل اللاعبين منهم، او من ضمن الفرصه دي يعني اهدافه ايه؟ ان هو يقيم، وفي نفس الوقت بالنسبه للاعبين ان هم يثبتوا تواجدهم في الفريق. بيكسب رهان التدوير اللي هو بغرض التقييم، وانا عندي اعتقاد، ما اعرفش ممكن يكون صح وممكن يكون غلط، ان هو هيوصل لمرحله معينه ويثبت التشكيل بعد ما يبقى مدرك لامكانيات اللاعبين بشكل كامل يعني. لكن الله اعلم، هو اضرب بشغله وكله يعني، هو ليه كل الحريه يعني. غرامه سريه على اداره صالح، مش سريه ولا حاجه، النادي اعلن، النادي الاهلي اعلن عن غرامه صالح. نروح للدستور، تعالوا نشوف الخبر ده. الخطيب بيقول طبقا للدستور ملف حازم امام مسؤوليه فايلر، وتوفيق يشترط توقيع اللاعب على العقود. هقول لحضراتكم ملاحظه، جريده الدستور بالتحديد، مع احترامنا الكامل والتقدير للصحفيين اللي فيها يعني، سواء في فتره انتقالات او ما فيش فتره انتقالات، دايما بيتكلموا عن الصفقات، وان النادي ده هيجيب والنادي ده هيمشي والفريق ده بيفاوض اللعيب الفلاني من النادي الفلاني، لان دي اسهل طريقه ممكن تكون من وجهه نظرهم لجذب القراء لشراء الصحف. لكن موضوع حازم امام، هم بيقولوا كده لان عقده بيخلص مع نادي الزمالك مع نهايه الموسم يعني، لكن مفيش اي جديد، مفيش اي حاجه حقيقيه بخصوص الكلام اللي مكتوب في جريده الدستور، كلام حتى هذه اللحظه غير حقيقي اطلاقا. بس هي ملاحظه في جريده الدستور حبينا ان احنا نقولها، لان امبارح كان برضو بيتكلموا على اجاييه وان هو رايح بيراميدز وإريك تراوري جاي مكانه وحاجات كده غريبه شويه. لكن احنا بنحاول نعرض لحضراتكم كل اللي بيحدث وكل ما يكتب عن النادي الاهلي في الصحف، والتقييم ليكم انتوا في الاخر طبعا. نروح للشروق، وانا اخترت جريده الشروق عشان عايز اعلق على جزئيه معينه من ضمن تصريحات فايلر بعد الرباعيه امام كانو سبورت. الاهلي استحق الصعود لدور المجموعات عن جداره، لست مطالبا بتبرير اختيار التشكيل الاساسي. وهي دي الجزئيه في الحقيقه اللي انا حابب ان انا اعلق عليها، وان احنا نحاول بقدر المستطاع نوصلها لجمهور النادي الاهلي العظيم، ان مش دايما في بعض الاحيان تلاقي ايه مدير فني بعد كل مباراه اي سؤال بيتساله يجاوب، انا لعبت في فلان الفلاني عشان كذا كذا كذا، انا لعبت ده عشان مش عارف ايه، استبعدت ده عشان الاجابه كذا. اللي عجبني بصراحه واعتقد عجب ناس كتير جدا في مستر فايلر، ان هو بيقول للناس بكل احترام وبكل ادب واخلاق في الحقيقه، انا مش مطالب ان انا كل ماتش ابرر انا ليه لعبت بالشكل الفلاني او قعدت مين ولا ما لعبتش مين وكلام من ده. فدي جزئيه مهمه جدا وبتدل على الشخصيه المناسبه، شخصيه مناسبه. دايما الشخصيه بتبقى الاساس في كل حاجه، وهي اللي بعد كده بتمشي الامور باذن الله، سواء فنيا بقى بطولات مباريات انتصارات باذن الله تعالى. فالجزئيه دي بصراحه يعني انا على المستوى الشخصي عجباني، فان شاء الله اتمنى كل التوفيق. فايلر قال كمان ان الاداء او اداء الفريق سيتحسن، اذا هو مش مكتفي بالانتصارات، مش مكتفي بس ان الفريق بيلعب بشكل الناس شايفاه شكل جيد، لا هو عايز افضل من كده. فده طموح مميز جدا وبيدي امال كبيره جدا لجمهور النادي الاهلي ان هم ان شاء الله هيلاقوا الانتصارات بجانب الاداء، وده شيء بيهم الجمهور الاهلاوي دايما، وان شاء الله يكون موفق باذن الله في تحقيق اهدافه. نروح لليوم السابع، تدوير اللاعبين شعار فايلر في الاهلي. المدرب السويسري يعد او يعيد القوى الضاربه امام الانتاج الحربي وعبد الحفيظ يدعم ديانج. قلنا تدوير اللاعبين بغرض التقييم بالنسبه لمستر فايلر، هو هيعيد القوى الضاربه في الحقيقه. فريق النادي الاهلي من خلال الاربع ماتشات اللي فاتوا واضح ما شاء الله لا قوه الا بالله ان الفريق كله قوه ضاربه، يعني اللاعبين اللي هيشاركوا في مباراه الانتاج
سواء ما شاركوش في المباراه اللي فاتت فما بيعوضوا عشان قوه ضربه، لا هو عشان بيشوف احتياجات الماتش ده تتمثل في مين من اللاعبين فهيلجا ليهم. لكن القوه ضربه عند كل قائمه النادي الاهلي بصراحه، وده الدليل على كده اللي شفناه في الاربع ماتشات اللي فاتت. عبد الحفيظ يدعم ديانج، هو بيدعم ديانج معنويا وده شيء مميز طبعا، لكن كابتن سيد عبد الحفيظ دوره اداري فقط، ده دور كابتن سيد عبد الحفيظ، لكن المدير الفني هو اللي بيبقى ليه رؤيه فنيه وكمان ليه تدخل في بعض الامور الاداريه، ودي كلها امور مهمه جدا بالنسبه لاي مدير فني، مع اهميه دور طبعا الكابتن السيد عبد الحفيظ الدور الاداري. لكن هو بيدعم، عشان بس نوضح العنوان للناس، بيدعم ديانج معنويا وده شيء مطلوب ومهم ومميز جدا بكل تاكيد. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، لسه في اخبار عن النادي الاهلي في المواقع نشوفها. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: الاهلي واصل تدريباته مساء اليوم استعدادا للانتاج الحربي. سوبر كوره: فايلر يسعى لتنميه قدرات لاعبي الاهلي فنيا. الوفد: محمود متولي يجري اشعه جديده لتحديد اصابته. الوطن سبورت: فحص طبي لعمار حمدي قبل انطلاق مران الاهلي. اليوم السابع: الاهلي يوصي مروان محسن بالراحه التامه ويوضح سبب ارتدائه القناع. فيتو: فايلر يضع خطه اعاده صالح جمعه للحسابات الفنيه. الشروق: وكيله: الزمالك حاول التعاقد مع متولي واللاعب فضل الانتقال للاهلي. 1-3: عبد الحفيظ: هناك اتصالات مستمرة مع الجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبي. مبتدأ: الأهلي يتفوق على ميلان الإيطالي في ترتيب أندية العالم. نبتدي بسوبر كورة، وبتقول إن مستر فايلر بيسعى لتنمية قدرات لاعبي الاهلي فنيا، ممكن من وجهه نظره ان هو يكون شايف بعض القصور في الجوانب الفنيه، دوره هو كمدير فني طبيعي جدا ان هو يطور هذه الامور الفنيه، وباذن الله نشوف هذا التطوير بشكل واضح من خلال مباريات النادي الاهلي. نروح لخبر اخر من الوفد. الوفد بتقول ايه؟ ان محمود متولي يجري اشعه جديده لتحديد اصابته. الواضح ان هو هم مش واخدين بالهم او مش عارفين اصابه اللاعب ايه بالظبط، الموضوع مش موضوع تحديد، اصابه متولي متحدده عنده مزق في العضله الخلفيه، لكن ممكن نقول للاطمئنان على اصابته ومدى تطور الحاله، وده اللي بيحصل، وهنعرف مدى تطور حاله متولي وامامه بتاع حوالي 4 أسابيع عشان يعود للتدريبات الجماعيه ومن ثم مشاركه في المباريات الرسميه مع النادي الاهلي بكل تاكيد. ولاعيب مهم ومميز جدا بالنسبه للوطن سبورت. الوطن سبورت قالت: فحص طبي لعمار حمدي قبل انطلاق مران الفريق او انطلاق مران الاهلي. عمار حمدي عنده نزله برد خفيفه زي ما قال لنا كريم كده، وعنده الام في الظهر، فعمل اشعه في مستشفى المعلمين بجوار النادي، والاشعه دي على الظهر عشان يتم تحديد مده غياب اللاعب، ان شاء الله ما عادش هتكون كبيره ولا حاجه، هم بيطمئنوا عليه بشكل اكبر. بالمناسبه عمار حمدي لعيب مميز جدا جدا في التدريبات، بيأدي بشكل اكثر من رائع قبل الاصابه يعني، ومن العناصر المبشره جدا في صفوف النادي الاهلي. هو مش مقيد افريقيا بالطبع، لكن هو ايضا مش مقيد محليا، اللي هو مواليد 99، ف عادي ان هو ما يتمش تقييده محليا، متاح عادي يتمرن مع الفريق الاول، لو احتاجوا جهاز فني هيلعب يعني. نروح لخبر اخر، نروح للشروق. وكيله اللي هو وكيل محمود متولي، الموضوع ده يعني خلاص يعني عدى عليه يعني كتير. الزمالك حاول التعاقد مع متولي واللاعب فضل الانتقال للاهلي، طبيعي يعني ان اي لعيب بيبقى الاهلي والزمالك، اي لعيب مميز الاهلي والزمالك بيسعوا للتعاقد معاه. يعني وكيله محمد البغدادي مش عارف طلع بالتصريحات دي في التوقيت ده، ممكن يكون ليه غرض معين، الله اعلم ايه هو، لكن في كل الاحوال اللاعب في النادي الاهلي لاعب مميز جدا، وكانت رغبته الاولى والاخيره عارفينها كويس قوي قوي هي الانضمام للقلعه الحمراء. نروح ل 1-3.
1-3 وكلام على لسان الكابتن سعيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن هناك اتصالات مستمرة مع الجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبي لهذا السبب. السبب إيه؟ للتنسيق فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة وفيما يتعلق باللاعبين واحتياجات المنتخب الأولمبي واحتياجات المنتخب الأول. وفي اتصالات بالفعل حصلت ما بين الجهاز الفني المنتخب الأول والجهاز الفني المنتخب الأولمبي مع الكابتن سعيد عبد الحفيظ. والكابتن سعيد عبد الحفيظ بدوره قال إن احنا بندعم كل الدعم للمنتخبات الوطنية المختلفة وإن لاعيبة النادي الأهلي دايما طبعا تحت أمر المنتخبات وده شيء طبيعي ومؤكد يعني. نروح لخبر آخر وأخير من أخبار الأهلي في المواقع. مبتدأ الأهلي يتفوق على ميلان الإيطالي في ترتيب أندية العالم. موقع كلوب وورلد رانكينج العالمي قال إن النادي الأهلي تقدم مركزين في التصنيف العالمي للأندية واحتل المركز رقم 48 عالميا بعد ما كان المركز رقم 50 تفوق على عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة سواء بورسيا دورتموند أو ميلان الإيطالي أو أولمبياكوس اليوناني. النادي الأهلي في الحقيقة دايما في كل هذه الإحصائيات أو كل هذه الأمور الخاصة بترتيبات الأندية على مستوى العالم بيبقى بيشرف مصر بصراحة، فده شيء مميز. لكن بالنسبة للأندية المصرية في هذا الترتيب فنادي الزمالك بيحتل المركز رقم 100 ونادي بيراميدز بيحتل المركز رقم 103. طيب دي كانت أخبار الأهلي في المواقع، لسه في أخبار محلية وعالمية نشوفها. بوابة أخبار اليوم تعرف على المبشرين بمنتخب مصر تحت قيادة البدري. في اليوم السابع البدري يراقب عبد الله السعيد وأحمد فتحي قبل ودية بوتسوانا. سوبر كورة جهاز المنتخب يدرس إعفاء محمد صلاح من ودية بوتسوانا. بوابة فيتو اجتماع لجهاز المنتخب لبحث تعديل شارة القيادة. الفجر الرياضي محمد بركات يجهز لائحة المنتخب قبل معسكر أكتوبر. البوابة سبورت اتحاد الكرة يدرس التعاقد مع شركة أمن لتأمين معسكرات المنتخب. موقع الكابتن فضل يختار مدير بطولة أفريقيا تحت 23 سنة. بوابة الوفد في خطاب رسمي اتحاد الكرة يخاطب الفيفا بشأن تقنية الفيديو. 1-3 اليوم الجبلية ترسل إلى كاف موقف رخص الأندية المشاركة بالبطولات الإفريقية. مبتدأ ادعم صلاح مو ينافس على جائزة لاعب الشهر في الريدز. في الجول لاعب ليفربول السابق على كلوب تحسين أداء صلاح وماني. بطولات بعد الخسارة أمام ترابزون أسطورة بيشكتاش محمد النني مع الصفقات الجديدة قادرين على تعديل المسار ولكن يلا كورة ميسي يتعافى ويشارك في تدريبات برشلونة. يورو سبورت عربية سولشير يعترف ننتظر يناير لتدعيم نقطة الضعف. موقع كورة رونالدو يشكر ديبالا. سبورت 360 قائمة المرشحين لتولي تدريب ميلان خلفا لجان باولي. اس عربي خطة أرسنال للتخلص من مسعود أوزيل في يناير. هنعلق على الأخبار العالمية فقط وبعد الفاصل هيبقى معانا ضيفنا العزيز الأستاذ أحمد عبد الباسط عشان نستفيد في التعليق على كل الأخبار المحلية اللي قريناها مع حضراتكم دلوقتي. فأنا هبتدي بالأخبار العالمية بالتحديد من في الجول لاعب ليفربول السابق بيقول على كلوب تحسين أداء صلاح وماني اللي هو مين؟ ستيف نيكول ده لاعب ليفربول السابق وقال ان هو قلقان شويه من الجانب الهجومي لليفربول لان هم اخر اربع ماتشات جابوا خمس اهداف ف
فده معدل قليل، وقال ان محمد صلاح وساديو ماني بيفقدوا الكوره في الثلث الامامي بشكل كبير ومتكرر، فلازم ان يورجن كلوب يعالج هذه الجزئيه. وفي الحقيقه الاثنين محتاجين ان هم يرجعوا لمستواهم شويه، لان المباراه الاخيره كمان ساديو ماني ضيع كوره ما تضيعش، ومحمد صلاح ايضا ضيع كوره ما تضيعش، انفرادتين يعني ليهم. فنتمنى لهم كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. نروح ليلا كوره، وخبر مهم جدا لكل عشاق برشلونه ان ميسي يتعافى ويشارك في تدريبات برشلونه. احنا عارفين ان ميسي كان من بدايه الموسم اصلا غايب بسبب اصابه عضليه، وبعدين رجع شارك في مباراه دورتموند في دوري الابطال في جزء منها مش المباراه كلها، وبعد كده شارك في مباراه غرناطة، وايضا تعرض لاصابه متكرره هي الاصابه، فبالتالي غاب. لكن هو خلاص شارك في التدريبات الجماعيه عادي، وممكن يكون متواجد في المباراه المقبله لبرشلونه. نروح ليورو سبورت عربيه، وتصريح لسولشير المدير الفني لمانشستر يونايتد، وبيعترف ان احنا منتظرين شهر يناير علشان ندعم نقطه الضعف. قصده على ايه او اني مركز؟ مركز المهاجم. طب ما ممكن حد يقول لك طب ما هو كان عنده لوكاكو لعيب جامد قوي يعني. هو سئل هذا السؤال ورد على السؤال ده، قال ان لوكاكو لعيب جيد جدا، لكن هو كان بيرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، وانا مش هقدر اقنع لعيب مش عايز يفضل معايا ان هو يكون متواجد. بس انت قدرت ان انت تحافظ على بول بوجبا في نفس الوقت، وبول بوجبا كان صرح بنفسه قال ان هو عايز يمشي، لكن ممكن فارق الامكانيات ما بين بول بوجبا ولوكاكو هو اللي خلى فيه اصرار كبير عند مانشستر يونايتد وعند سولجر المدير الفني بالتحديد بالتمسك بول بوجبا. لكن في العموم هو شايف ان في قصور في مركز المهاجم عنده، وعشان ما عندوش فعلا غير راشفورد، ماركوس راشفورد هو المهاجم، واعتقد عنده اصابه اليومين دول يعني، فاكيد هو محتاج تدعيم في هذا المركز. الاسماء المرشحة هم بيفكروا في سانشو، سانشو ده لعيب مميز جدا في بورس دورتموند، بس ده جناح مش مهاجم، وبيفكروا في موسى ديمبلي مهاجم ليون، وده مهاجم مميز جدا. لو تفتكروا في الصيف كان مطروح أمامهم مانزوكيتش وديبالا، لكن الأمور ما مشيتش يعني، فهنشوف مانشستر يونايتد هتدعم المكان ده ازاي. نروح لخبر آخر من كورة، موقع كورة، اللي بيقول إن رونالدو يشكر ديبالا، وكان في مباراة ما بين يوفنتوس وسبال في الدوري الإيطالي، وانتهت بفوز اليوفي 2-0، أحرز الأهداف بيانيتش، ورونالدو مع نهاية المباراة أحرز هدف من أسيست لباولو ديبالا. فبالتالي بيقولوا إن رونالدو بعد المباراة في غرف خلع الملابس اتكلم مع ديبالا وشكره على أدائه في المباراة وعلى صناعته الهدف رونالدو عشان يوصل للهدف رقم 3 في بطولة الدوري الإيطالي. نروح لسبورت 360، قائمة المرشحين لتولي تدريب ميلان خلفا لجيان باولو. جيان باولو طبعا هو المدير الفني الحالي لميلان وخلفا لجاتوزو، طبعا اللاعب الشهير اللي حضراتكم اكيد عارفينه. لكن للاسف الشديد ميلان بينهار، ان هم لعبوا 6 ماتشات تقريبا، خسروا 4 في الدوري الايطالي حتى الان، اخر مباراه كانت امام فرونتينا وفرونتينا قدر ان هو يفوز 3-1، فبالتالي الموضوع صعب شويه على جماهير ميلان، وبقالهم فتره سنين كبيره بعيد جدا عن اسم ميلان اللي يستحق كل التقدير وكل الدعم في الحقيقه، لان تربينا على امكانيات ميلان في الحقيقه والنجوم اللي كانوا في صفوف ميلان. لكن جيان باولو واضح ان خلاص هيتم الاستغناء عنه خلال المرحله اللي جايه، وفي اسماء عديده مرشحه، أليجري، سباليتي، رانييري، أرسن فينجر كمان مرشح بكل قوة، ورودي جارسيا كمان مرشح، فدي أسماء في الحقيقة مميزة. لكن الأهم الكواليتي اللي عندك من اللاعبين، هل هيساعد أي اسم الأسماء دي ولا لا؟ ما أعتقدش أنه هيساعد، لأن اللاعبين في ميلان مستوياتهم مش على حجم واسم هذا النادي. في المقابل انتر ميلان عاملين موسم ولا اروع من كده، كاسبين 7 ماتشات لحد دلوقتي او 6 ماتشات في الدوري الايطالي، فده شيء مميز جدا يعني، مع كونتي طبعا المدير الفني الايطالي المميز والشهير. نروح لاس عربي، واللي بتتكلم على خطه ارسنال للتخلص من مسعود اوزيل في يناير. اوزيل زي ما حضراتكم متابعين طبعا الدوري الانجليزي ما بيشاركش بشكل مستمر، بعض الاحيان بيبقى على الدكه، ممكن يشارك وممكن لا، هو ومزاج يوناي امري المدير الفني لارسنال. فالخطه بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في ان هم في يناير عايزين يعرضوا اللاعب سواء للبيع او للاعاره، حتى لو طلع اعاره ويساهموا في دفع جزء من مرتب اللاعب هم ما عندهمش اي مشكله. حد يقول طب وحد يسيب لعيب زي مسعود اوزيل؟ خطه مدير فني، افكار مدير فني اللي هو يوناي امري،
فهو مش متمسك اطلاقا بمسعود اوزيل، فبنسبه كبيره في يناير اوزيل مش هيكمل مع ارسنال، رغم ان هو لعيب وقيمه كبيره. بالمناسبه كان جاله عروض من تركيا، بالتحديد من جلاتا سراي او فنربخشة على ما اتذكر في الصيف الماضي ده، فكره الانتقالات السابقه يعني، والامور ما مشيتش بسبب مرتب اللاعب الضخم. دي كانت بعض الاخبار العالميه، لسه في اخبار محليه كتيره جدا هنعلق عليها بتفاصيل وكواليس كتيره قوي من خلال ضيفنا العزيز الاستاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي الكبير، والحديث في كل هذه الامور وبالتحديد فيما يتعلق كمان بالنادي الاهلي. كل ده بعد الفاصل، استنونا. بينورني ويشرفني في هذه اللحظات الاستاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي وصديقي العزيز. استاذ احمد اخبارك ايه؟ انا برحب بك، مش عايز اقول استاذ امير واكبرك، انت كبير مقاما طبعا، ولكن انا مبسوط جدا انا معاك. انا اسعد طبعا. حلقه بعد فتره كبيره جدا، بقى لنا سنه بلقرن كمان بنتكلم انا وانت في الحلقه دي، بس كنت بحضرك اللوك الجديد ده بقى. لا 10 10 يا راجل، لا انا كنت شايف وحش. لا لا كويس والله، يلا حد صاحبي حبيبي جدا هو اللي شار عليا فعملت عشان خاطره يعني. بشكرك. اخبارك ايه؟ منورنا. كله تمام الحمد لله. كالعاده عندنا ملفات كتير جدا عايزين نتكلم فيها، بس طبعا هنبتدي بالنادي الاهلي وتقييمك للمرحله اللي فاتت مع مستر فايلر، 4 مباريات و4 انتصارات في ظل تدوير ما بين اللاعبين وسياسه واستراتيجيه بيتبعها في بدايه فترته مع النادي الاهلي مستر فايلر، بتشوف الفتره دي ازاي؟ طيب شوف، في البدايه طبعا انه الراجل جه كان طبعا في خلاف على الراجل اول ما جه، وكان السوشيال ميديا والدنيا مقلوبه على مجيء الراجل، وان هو ده مش طموحات النادي الاهلي. لكن الفوز او الفوز لما بيجيب فوز برضو الامور بتهدى شويه، سواء في ثقه سواء عند الاداره سواء عند الجمهور سواء عند اللعيبه. ده اللي حصل في اخر 4 مباريات للراجل. انا شايف رؤيه تانية مختلفه تماما عن الناس بتشوفها، انه طالما عمل عمليه تدوير في الفرقه فهو بالتالي الراجل ده بيعتمد على اللعيبه اللي بتادي. لانه في لعيب بتلاقيه بيلعب اساسا ماتش بره بالظبط. الراجل ده بيشوف لعيبه في الملعب في التدريبات بتادي بشكل كويس، خلاص اللعيبه دي معايا، اللعيبه دي مكمله، اللعيبه دي بتادي اللي انا عايزه والمطلوب. اي مدير فني بيدور ان هو ينجح، مفيش حد جاي يفشل. مفيش حد عايز يفشل، جاي يحقق بطوله، كسب ود النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، تربع في قلوبهم. بس لسه برضو انا شايف انه الحكم على الراجل بدري شويه، بدري يعني. لازم كمان معانا 5 6 ماتشات، واهمهم طبعا المحطه الكبيره ان هو يواجه الزمالك في الجوله الرابعه بالدوري، فاعتقد ان دي هتبقى محطه كبيره بالنسبه له. يوم 19 يوم 19 اذا اللقاء دوت اتحسم ليه بالنتيجه الايجابيه او بالفوز، اعتقد انه هيرسم طريق جديد ليه مع جمهور النادي الاهلي ومع اداره النادي الاهلي. لكن في المجمل ما نقدرش نحكم عليه من خلال 4 ماتشات، ده وجهه نظري الشخصيه. كويس. البعض بيرى ده منطقي في الحقيقه. نقدر نقول دي بشاير، يعني هي بشاير بالنسبه لي ان هو ماشي بشكل كويس، او ان هو بيعمل اللي مطلوب من النادي الاهلي او من جمهوره، فخلاص الفرقه بتكسب، ده اللي محتاجينه. لكن المحطات الصعبه لسه هنشوفها سواء في الدوري او في افريقيا. بتشوف جزئيه تدوير اللاعبين والتفكير اللي هو بيقوم بيه مع فريق النادي الاهلي في اول 4 مباريات، بتشوف الجزئيه دي ازاي؟ انا شايفها هو فيها عامل مخاطره كبير جدا، في عامل مخاطره لان هو الطبيعي ان انا جاي ماسك فرقه باسم النادي الاهلي، فالطبيعي ان انا بسمع كلام المساعدين بتوعي واثبت التشكيل اللي بيلعب، والعب بخبراتي والعب بالناس التقايل بلغه الكوره. لكن هو الراجل لا، بيعمل عمليه تدوير، بيلعب بنلاقيه مثلا في ماتش انه بيطلع الاثنين سيرد باكات، بيلعب بحمدي فتحي ومحمد هاني، نفس الحكايه بنلاقيه بيلعب باحمد فتحي موجود، ماتش ثاني مش موجود. عامل عمليه التدوير دي هي فيها مجازفه، انه انا عايز اكسب، طب لازم العب بالتشكيل الاساسي، ما ينفعش ابدل كتير في عمليه التدوير اللي انا بعملها، ولكن هي جايبه معاه نتيجه، وبالعكس دي بتكتر عنده مفاتيح اللعب طالما هو بيفوز، يعني طالما ان انا بفوز فمفاتيح اللعب بقى بيكتر عندي، بعرف الاقي بديل لما مروان محسن يتصاب، اعرف الاقي بديل لو وليد سليمان مش موجود، فبالتالي الحاجات دي كلها بالنسبه له جت ايجابيه وجت في صالحه يعني. ده شيء اكيد مهم ومميز في بدايه مستر فايلر مع النادي الاهلي، نتمنى له كل التوفيق خلال المرحله المقبله. عايزين نخش بقى في ايه؟ في الكلام الكتير في المواقع والصحف، سواء بقى عن النادي الاهلي او عن المنتخب وكل الكواليس دي. نبتدي بالجمهوريه مثلا، النهارده اتكلمت عن ان في 8 نجوم صداع في الاهلي، وان في جلسه مع فايلر لتجديد عقود النجوم، النجوم اللي عقودهم بتنتهي مع نهايه الموسم. ده الطبيعي. يعني ده الطبيعي ان هو اللي بيحصل في كل فتره من الفترات، او ان انت داخل على بدايه موسم، ولكن اعتقد انه خلاص يعني فاضل 8 او 9 ايام، يوم 9 بيتقفل باب القيد. اعتقد ان 8 لعيبه صداع في الاهلي لا كتير، ال8 لعيبه الاهلي خلاص يعتبر خلص كل الصفقات اللي هو عايزها على الاقل في الفتره الصيفيه.
عنده فتره يناير هيقدر يعمل عمليه احلال وتجديد ثانيه، لكن لو مشى 8 لعيبه صداع هيعمل بيهم ايه؟ هو الثمانيه اللي موجودين عنده اه عايزين يجددوا وعايزين مفاوضات، ولكن في الاول وفي الاخر ما لقيناش لعيبه مثلا ان هي قالت خلاص انا ماشي عشان مش هجدد عادي. الامور بتبقى هاديه، بيوصلوا الحل في النهايه دايما في النادي الاهلي، يعني الامور بتبقاش زي ما بتوصل، لكن العنوان بيبقى لازم يشد شويه، لكن المتن هتلاقيه مختلف شويه عن عن العنوان. ده اللي برده موجود في الدستور وكانوا بيتكلموا على ان الكابتن محمود الخطيب ملف حازم امام مسؤوليه فايلر وتوفيق يشترط توقيع اللاعب على العقود، هل ممكن يكون حازم امام فعلا مطروح على النادي الاهلي؟ لا، ولا ده بيبقى محاوله من اللاعب او وكيل اللاعب ان هو يحاول يجد بعض من على ثاني انه بنيجي في فترات كبيره جدا خصوصا الاهلي والزمالك. يعني كان في لاعب كبير جدا وكان برضه بيلعب في نادي الزمالك وفجاه لقى ان الدنيا مش هيكمل وبتاع، فبيبدا يقول ان انا هلعب في الاسماعيلي، هلعب في الاهلي، هلعب. وكل اللعيب بيبقى شاطر شويه، يبدا يسوق، يبدا يعمل له خبرين ثلاثه في اي موقع. فبالتالي انه حازم امام مش في احتياجات النادي الاهلي، خصوصا انه كمان اصلا مش في احتياجات نادي الزمالك، هو ما بيلعبش كتير في نادي الزمالك. اعتقد انه حازم كمان سن حازم مش صغير، اي الاهلي 30 سنه اعتقد، 30 31 سنه. الاهلي لو هيجيب حد في الحته دي، يعني المفترض ان هو هيجيب حد مع محمد هاني، لانه محمد هاني شاب واعد، شاب بيأدي بطريقه كبيره جدا، شاب من اولويات الكابتن حسام البدري في المنتخب اللي لسه هنروح نتكلم على قيمته. فاعتقد انه حازم امام ان كان هذا الخبر يعني ما هو الا انه خبر تسويقي للاعب اكتر منه انه الاهلي فكر في حازم حتى امام. حتى في جانب الخبرات احنا عندنا احمد فتحي ما شاء الله ماشي بشكل جيد جدا، فما اعتقدش ان الاهلي يكون في حاجه لحازم امام. واعتقد انه مش الاهلي برضو لما بيجيب صفقات بيدور على عامل السن، وده اللي بنشوفه في الصفقات الاخيره كلها. فعلا. بيبدا ينزل بالعمر السني، بحيث ان انا لما اجيب لاعب 30 سنه هيديني لحد 35، لا انا اجيب لاعب 23 يديني 3 4 سنين ابدا ابيعه اجيب الفلوس اللي انا دفعتها فيه. فدي خطه تسويق معينه بتتعمل، اعتقد ان ده ما بيتمشاش مع النادي الاهلي انه حازم امام يكون موجود في القلعه الحمراء يعني. طيب بما اننا بنتكلم عن امكانيات اللاعبين في النادي الاهلي بالتحديد، فانا عايز اخد تقييمك برضو رؤيتك لاليو ديانج المشاركه في مباراه كانو سبورت، رايك ايه في اللاعب وايضا في محمود وحيد الظهير الايسر؟ ماتش سهل ما ينفعش ان انا اقدر احكم عليه، انا شفت الناس كتير والسوشيال ميديا بتتكلم ان هو لعيب طفره وما يقدرش، اللمسه بتبان ان هو لعيب، ده طبيعي النادي الاهلي جايب لعيب. بالظبط. طبعا انا مش هجيب لعيب ما بعرفش يباصي، طبعا انا هجيب لعيب يعرف يعمل لي اسيست كويس، ولكن انه احكم عليه في مباراه كانت سهله من كل المقاييس النادي الاهلي ما ينفعش. برده ده زيه زي المدرب، لازم احكم عليه بعد ماتشات كبيره جدا، بعد اجايه مثلا اجايه اختفى اختفى وجه في ماتش بالزبط. خلص لك مباراه. فده لعيب تقيل، ولكن انه انا احكم عليه بالطريقه دي او بالسرعه دي، ده هيبقى حكمه متسرع، واعتقد ان هو هيبقى صعب جدا ان احنا نتكلم عليه في الوقت الراهن. لازم نديله كمان 3 4 ماتشات، وبحيث ان هو برضه يندمج مع الفرقه، لانه بيتعمل عمليه الاحلال والتجديد او التدوير اللي بيعملها فايلر حواليه هتبقى مؤثره لما يبقى في ثبات تشكيل، نبدا بقى كل لعيب يطلع اللي عنده. بس اكيد برضه بيبان في تحركاته، في طريقه لعبه، في التحاماته، في استخلاصه للكره، حتى لو الفريق ضعيف بتبقى حاجات بتدي بشاير زي ما بنقول مثلا. هو انا برضه يعني واقعي شويه امين انه ده لعيب في النادي الاهلي، فطبيعي ان هو يعمل الحاجات دي، يعني الف في كره القدم الطبيعي ان هو يعمل الحاجات دي، لانه الاهلي مش هيجيب لعيب كسر يعني. صح. او الزمالك هيروح يدور لعيب كسر، الانديه الكبيره بتجيب لعيب، بتجيب لعيب انه جاي يشيلني، جاي صفقه بتفرق معايا. فهو انا شايف ان هو خلاص الباص ده سهل جدا، ان هو تحركاته كويسه جدا، كل الحاجات دي كويسه جدا، ولكن الانتاج بتاعك هيبقى ايه معايا في الملعب، ده لازم الاستمراريه عشان نقدر نحكم عليه. نفس الكلام ده ينطبق على محمود وحيد؟ نفس الكلام على محمود، ولكن محمود احنا نعرفه شويه من الدوري المصري بالزبط. لانه كان موجود في المقصه. لا محمود لعيب كويس وخامه كويسه جدا، هو كان قاعد احتياطي فتره طويله، فده اللي اثر على مستوى محمود، لكن المجمل بتاع محمود لو خد ماتشات يبقى مستواه عالي جدا يعني. لا هو محتاج ماتشات مش اكتر على الاقل. مباراه انتاج بتشوفها ازاي في ظل صعوبه هذه المباراه وفي ظل صعوبه المباريات دايما ما بين الاهلي والانتاج بيبقى فيها اثاره كبيره يعني. هو بالذات اثاره تحكيميه، انت اكيد فاهم قصدي. اثاره تحكيميه وكمان انه الجهاز الفني للانتاج الحربي الكابتن مختار شخصيه طبعاً تقيله طبعا، شخصيه تقيله ومدرب تقيل ومدرب. انا كنت بستغرب جدا انه ليس من ضمن المرشحين لتدريب المنتخب خصوصا في المواصفات اللي هنروح لملف المنتخب هنروح طبعا نتكلم فيه كتير جدا. ولكن الانتاج، مباراه الانتاج والاهلي دائما مباراه انا بشوفها ان هي مباراه ديربي، يعني ديربي القاهره بقى سميها زي ما تسميها، ولكن هي ديربي في حكم ان فريق الانتاج بيبقى دايما فيه خبرات، في لعيبه بتعرف تقلب الماتشات بالظبط، ما عندوش ضغوط كتيره، ما عندوش جمهور بقى. بينزل مباراه الاهلي والزمالك دايما بيلعبها للاستمتاع، ودايما بنلاقي الانتاج بيعمل نتائج ايجابيه مع سواء مع الاهلي او سواء مع الزمالك، ولكن ما عادش في مباراه سهله يعني. انا وجهه نظري انه في الدوري بيبقى الفرق اللي صاعده ما دعمتش كويس، انتاجها كويس مش كويس في المباريات، لكن في المجمل كله النادي الاهلي عنده الخبرات اللي تقدر تحسم مباريات كتير. لكن خلاص انا سواء هلعب الانتاج سواء هلعب بيراميدز سواء هلعب الاسماعيلي
ما عادش في مباراه سهله. واكبر دليل بالنسبه لنا كان دوري السنه اللي فاتت خلاص الدوري قبل 10 اسابيع الدوري في الزمالك فجاه وتلاقي المباراه اتغيرت وباقدام فرق ثانيه انه المواضيع بتتغير خالص وتتبدل. ما نقدرش احنا. شوف انا اقول لك على حاجه برضو امير، انا برضو من مدرسه انه هتقول لي شايف المباراه ازاي، اقول لك شايف الكره صعبه وشايف الكره ملهاش كبير. بالمنطق وبالعقل الاهلي يكسب كويس، ولكن بكره القدم وبلغه كره القدم وبجنونها وبالكلام ده كله ما ينفعش، لازم الملعب هو الفيصل. فبالتالي لازم الملعب حاله اللعيبه. يعني انا ممكن هل مباراه السوبر بين الاهلي والزمالك المباراه الاخيره كان معظم الناس داخله انه الزمالك الاقرب للفوز بالمباراه، هو اللي عنده لعيبه، هو اللي عنده ثبات تشكيل، هو لسه طالع كسبان بطوله الكاس. تدخل حاله اللعيبه كانت عامله ايه في المباراه؟ يعني حاله اللعيبه كانت عامله ايه في المباراه؟ حاله لعيبه الاهلي كانت فايقه، لعيبه الزمالك مش فايقه، مع شغل مدير فني جديد ومدير فني جديد، ده اللي بيأثر في نتيجه المباراه. فالعوامل دي كلها هي اللي ممكن تبقى عنوان اي مباراه انا بشوفها في الدوري او في الكاس. بالظبط، المباريات في الحقيقه كلها صعبه، بالتحديد طبعا مباريات الانتاج الحربي زي ما احنا متعودين بتبقى مباريات قويه، وان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. الدوري بشكل عام وبدايته، وخلاص احنا في الاسبوع الثاني دلوقتي، بتشوف البدايات ازاي؟ هل هي بدايات مبشره ان احنا هنشوف دوري قوي فنيا، ولا لسه بدري شويه الحكم؟ لا، البدايات كانت انا شايفها سهله بالنسبه لمعظم الانديه، ما فيش مفاجات كتير، النتائج الطبيعيه انه في فرق لسه صاعده تخسر، فده شفناه امر طبيعي ما عدا طنطا اللي شايفها بتادي بشكل كويس. ولكن الدوري عموما بينقصه الجمهور. الجمهور هنرجع لنفس النقطه ونفس الحاجه اللي احنا بنشوف دوري شكل اللي قبله شكل اللي قبله شكل الاثاره احنا اللي بنصنعها. ايه اللي معطل عوده الجماهير يا احمد؟ والله اللي معطل عودة الجمهور أشياء كتير جدا. احنا كنا مفيش من شهور، ما كملناش شهرين شهرين بطولة الأمم، شهرين شهر ونص، هنقول إن الملاعب مقفولة علشان خاطر إنه في بطولة تحت 23 سنة هتتلعب في شهر 11 وهتلعب عليها نفس المباريات، ما عندناش أي مشكلة ولا، وهتتلعب بجمهور برضه والجمهور هيحضر. ولكن إنه آلية عودة الجمهور المفترض يعني خلاص شبعنا، نعمل صاحب الأرض يحضر له جمهور، نبدأ مثل. واحدة واحدة مثل. نبدأ احنا بقالنا 3 سنين تقريبا بنقول نبدأ واحدة واحدة. ما انا بقول ان احنا عمالين نقول نبدا، وبعدين كل ما نيجي نبدا يحصل حاجه اللي هو انه مجلس يمشي ومجلس يجي، لجنه تمشي ولجنه تيجي. طب ما احنا عايزين القرار، عايزين نكمل، هو ليه اللي بيمشي بيجي يهد اللي قبل، يعني اللي بعديه بيجي يهد، ممكن يجي يكمل. بالظبط. فانا شايف انه عدم عوده الجمهور بتوصلنا لنقط سلبيه كتير جدا، اهمها ايه بقى؟ انه خلاص بقى كله يطلع ترند على تويتر والهاشتاجات والفيسبوك. الجمهور الفئه العمريه من سن 16 ل 20 21 سنه و22 سنه، دي الفئه العمريه اللي لازم تكون موجوده في المدرجات. كويس. طبيعي ده اللي موجود. كويس. ما بيعرفش يروح يطلع الطاقات اللي عنده او التشجيع او الحماس اللي عنده في المدرج، بيشجع نادي سواء اهلي سواء زمالك سواء اسماعيلي سواء بورسعيد سواء الانديه كلها. فلو هو مش عارف يطلع الكلام ده هنا بيعمل ايه؟ يقعد على السوشيال ميديا، فيسبوك او تويتر او اي حاجه، يقعد يطلع اللي عنده، فنبدا نلاقي بقى ايه؟ يعني اصبحت ان في مشاحنات على ده، في مشاحنات ايه ده، في حروب اللي هي ايه السوشيال ميديا ما اعرفش بيسموها ايه، ان هم خلاص حرب قبليه على السوشيال ميديا بين الاهلي وبين الزمالك وبين الجمهور، وده طلع ترند. فبالتالي ده كله كان بيموت في الملعب في المدرج. بتتاخد بقى الانطباعات من هنا من السوشيال ميديا، فبالتالي بالزبط. الجمهور بيتحرم من حضور المباراه. ما هو بتتاخد بقى، نرجع لنفس النقطه. طب ما هو السبب الرئيسي انا شلتهم من هنا فوديتهم لمنطقه ثانيه وبحكم عليهم من المنطقه دي، لا انا لو رجعتهم مكانهم الطبيعي المدرج الموضوع هنا هيقل كتير جدا، هيقل، لانه الموضوع هنا بيتطور وبيتفاقم وبيطلع بشكل كبير جدا. قد بيصل لبعض الاحيان لكوارث، يعني انه بين الصراعات اللي بين الجمهور. لا، الجمهور مكانه الطبيعي في الملعب، ابدا ارجع الجمهور. ممكن حد يقول لك حتى لو رجعوا للملعب برضه المشاحنات دي بتفضل موجوده على السوشيال ميديا. ما هو المشاحنات موجوده بس تقل بقى، بمعنى تقل. بمعنى هتقل، يعني بمعنى هتقل، هيبقى في توعيه. انا هبدا لو انا هرجع هعمل قانون شغب ملعب محترم، هبدا ان كل واحد عارف ان هو بقى ملتزم. اللي هيلتزم في الملعب هيلتزم على السوشيال ميديا هيلتزم في كل مكان، لكن انه انا خلاص سايب الموضوع طبيعي، فبالتالي انا مش قادر احكمها. لازم الجمهور يرجع، واعمل ضوابط كويسه جدا، اعرف زي ما انا طبقتها في بطوله الامم ما حصلش اي مشكله، بل بالعكس كان في بلاد كتير جدا. لا، انا ابدا اطبق دوت في الملاعب المصريه. لازم الجمهور كمان يقوم بدوره زي ما المسؤولين بيحاولوا ان هم يرجعوا الجماهير لمدرجات، الجمهور نفسه يساعدهم في هذه المحاوله ان هو يرجع المدرجات، فاكيد بيبقى ليه دور كبير جدا في الالتزام بالتحديد. يعني ده لازم، لانه برضو انا شفت لما الجمهور بيرجع في بعض الماتشات الافريقيه الاقي الجمهور الاقي الجمهور برضو حتى في الماتشات الافريقيه الاقي بيكسر كراسي ويلاقي غرامه 50,000 و20,000 دولار والكلام ده على الانديه اللي بتدفع. بص المنظر يا احمد، لما الجمهور بيبقى موجود طبعًا حاجه طبعًا. الماتش كمان بيبقى ليه طعم تاني خالص، يعني طبعا بيبقى قاعدين مستمتعين واحنا بنتفرج. ما هي اسمها الكره للجماهير. بالظبط. انا ما ينفعش ان انا اعمل
ما هو انا لو وكمان اللعيبه بتطلع كل اللي عندها طبعا، ما تقيس على اللي حصل في بطوله الامم الافريقيه وان اللعيبه المصريين ما طلعتش، لانه الجيل الحالي من المنتخب المصري عدا 2 أو 3 لعيبه جيل لا يصلح لان هو يمثل منتخب مصر. لا يصلح لا يصلح عشان ما نضحكش على بعض، جيل لا يصلح ان هو يمثل منتخب مصر. بلاش علاقه بان هم ما كانوش متعودين يلعبوا قدام جمهور والكلام اللي احنا كنا كل اللعيبه اللي في الملعب دي سواء مع اهلي او زمالك او محترفين كلهم بيلعبوا تحت ضغط جماهيري مع انديتهم. ايوه بس ما فيش جمهور في الملعب مثلا، مبرر من ضمن المباريات اللي كانت بتطلع في التوقيت ده. ما بص لما بتيجي تلاقي الفنان على المسرح، لو المسرح فاضي مش عارف يطلع حاجه. صح. المسرح عليه ناس هيطلع ويبدع ويطلع الضحكه من قلوبهم. هو برده نفس اللعيبه، لا احنا اللعيبه اللي ينزل قدام الجمهور ويخاف ما يستاهلش يبقى لعيب دولي. بجانب ان كان في ظلم في الاختيارات القائمه وعدم عداله كتير، هنروح للموضوع هنتكلم فيه بالتفاصيل. لكن عوده الجمهور امر مهم، بيمنع حاله الاحتقان اللي موجوده، انه ده المكان الطبيعي للفئه العمريه طبعا اللي هي على السوشيال ميديا منتشره والكلام ده كله، وبالتالي ان انا برضو بيصدر صوره كويسه جدا للعالمي. ده شيء اكيد مهم جدا، هنستفيد في الحديث بشكل اكبر عن بعض الامور المحليه وبالتحديد فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني الاول بعد الفاصل، استنونا. ندخل في تقيل يا احمد، يلا نبتدي من بدري شويه، نرجع ورا شويه ايام اجري، رغم ان الموضوع يعني عدى وخلص، لكن بالمناسبه احمد يا جماعه من ضمن الناس القريبين جدا دايما من كواليس اتحاد الكره المنتخب، كواليس خروج منتخب مصر من بطوله الامم الافريقيه بشكل صعب جدا على الشعب المصري، وخروج في دور ال 16 واداء كان سيء جدا في كل المباريات، ابرز الاسباب ايه من الكواليس كده؟ من الكواليس اولا بص، اي حاجه ما فيهاش عداله لازم المركب تغلي. حلو. ما كانش في عداله من اجري في اختيارات القائمه عموما يعني. كان واضح بصراحه للناس كلها. بالظبط. الكلام اللي طلع قاله الكابتن هاني رمزي انا متفق معاه فيه جدا، انه طلع وقال انه ما كانش في عداله وان هو انا كنت بقول اراء واختيارات ما كانش بياخد بيها، ولكن كانت الطريقه خطا طبعا من الكابتن هاني رمزي. كان لازم قال الكلام ده بدري شويه. وهو في المسؤوليه. بالظبط. في نقطه كمان مهمه، انه بص اسمه معسكر. معسكر ده يعني كل الناس بتقول معسكر لانه اي جيش على مستوى العالم معروف ان المعسكر ده حاجه بتبقى جد شويه. طبعا. منذ تولي اجيري وجود السجاد ومعاه في الجهاز الفني مفيش حاجه اسمها معسكر وحاجه اسمها جد في منتخب مصر. بمعنى؟ بمعنى انه امير واحمد عبد الباسط قاعدين يهزروا. قاعدين يلعبوا بلاي ستيشن، ده طبيعي بس مش طول الجهاز الفني عارف. طبعا. طبعا. عارف كان في لعيبه بتطلب حمام وكشري في معسكر منتخب مصر. لا يا راجل والله العظيم للدرجه دي؟ انا اول مره اقول الكلام ده يعني. يا نهار ابيض، حمام وكشري عادي كده؟ مش هنقول اللعيبه. ودي مش اول مره. مش اول مره كمان. هل هم اللعيبه كانوا متواجدين مع المنتخب في روسيا ولا مختلفين؟ منهم. ما يعملش الحاجات دي غير لعيبه كبيره. نفس الموضوع كان اتعمل برضه قبل كده ايام كوبر بس اتمسك، يعني الموضوع اتمسك، فده كان سبب انه يخلوا الطباخ بتاع المنتخب الخصوصي يعني يعمل لهم كشري في المعسكرات يوم فيه كشري. ده قافله في دماغهم كشري بقى. هم يحبوا الكشري، في بعض اللعيبه بتحب الكشري. المنتخب ما كانش فيه قائد يعني بمعنى اصح في بطوله الامم. كان فيه مشاكل كتير، الازمات اللي شفناها بتاعت اللعيبه والسوشيال ميديا والكلام ده كله. عدم وجود عداله دي كانت اهم نقطه، لان انا بتواصل مع لعيبه كتير. اللعيب اللي يكلمك ونفسه شايله فخلاص انت البيت لو في حد شايل من حد بيغرق، فبيبان بقى الدنيا. بيبان. بجانب انه زي ما قلت لك اللعيبه كانت خايفه من الجمهور، مش خايفه ان هم موجودين في الملعب رجليهم مش شايلاهم. ما عدا طبعا 5 لعيبه او حاجه بالكتير، ولكن انه انا في استبعادات غريبه وفي ضميت ناس غريبه، فعدم وجود عداله وعدم وجود حق ده اللي وصلنا للطريقه دي. بجانب انه بص طول ما غرفه الملابس فيها مشكله ملهاش كبير، يعني خليك متاكد ان ده هيوصل. انا كنت متوقع بنسبه كبيره جدا ان احنا مش هنكمل في البطوله المسافه بعيده لدرجه ان احنا نخرج من دور 16. انا كنت حاطط دور الثمانية. يعني انا كاحمد كنت حاطط دور الثمانية لانه هنقابل صعوبات كبيره جدا وهتلاقينا داخلين مع منتخب الجزائر والكلام ده، فكنت حاطط ان احنا دور الثمانية. ولكن هات لي دليل واحد من اول مباراه لعبناها للمباراه الرابعه اللي طلعنا منها يقول ان احنا عندنا الروح والحميه. لا مفيش. ان احنا ناخد بطوله الامم اللي على ارضنا وفي وسط جمهورنا. وما كانش فيه. ايه المشكله الاساسيه اللي كانت في غرفه خلع الملابس ما بين اللاعبين يعني؟ هل موضوع عمرو ورده هو اللي كان ليه الاثر الاكبر في هذا المستوى وهذه النتائج، ولا كان في مشاكل اخرى؟
بس موضوع ورده من اهم المشاكل اللي قسم المنتخب ما بين لعيبه وقوه وسوشيال ميديا واحنا اقوياء، وما بين جهاز فني محتار يرضي المسؤولين ولا يرضي اللعيبه اللي هم خلاص عصب المنتخب وفي البطوله، فبالتالي ده كان سبب رئيسي. ضعف اجيري في السيطره على نجوم المنتخب بالرغم ان هو بيسيطر على جهازه المعاون بشكل كبير جدا وكان حازم وصارم معاهم جدا الجهاز المعاون، لكن ما كانش يقدر يعمل ده مع اللعيبه. ده كان بيأثر جدا بالسلب على المنتخب لانه كان بيقسم الجهاز الفني، اي مدرب مساعد بيلاقي اتنين لعيبه ما بيلعبوش يقعد يتكلم معاهم على جنب، فبالتالي عمل رباطيات واحزاب داخل المنتخب المصري للاسف. ده كان سبب عدم حده المسؤولين في اتخاذ قرارات صارمه وتنفيذها او العوده فيها، ده كان برضو ليه اثر سلبي على الموضوع. بجانب شعور اللعيبه نفسها ان هي مش تاخد البطوله، يعني ما كانش عندهم الروح انه احنا داخلين ناخد البطوله، ان احنا عندنا حماس، مش مقتنعين ان هم بالقائمه دي يقدروا ياخدوا البطوله. وده قاله الكابتن هاني رمزي، قال انه انا ما كنتش شايف روح لعيبه، اكلم اجيري يقول له بناخدها خطوه خطوه، ما فيش حاجه اسمها خطوه خطوه، انت في مصر صح. انا حضرت بطوله الجابون وحضرت بطوله هنا، كنت بسمع النشيد الوطني، انا كنت في ارض الملعب في البطوله الاخيره، كنت في ارض الملعب تحت تمام، في بطوله الجابون كنت في المدرجات. انا كنت بسمع النشيد الوطني بتاع منتخب مصر في الجابون ومش جمهورنا من اللعيبه كمان. انما هنا مفيش النشيد الوطني الناس بتقوله اللي هو عادي، حد بيغني اغنيه شعبيه ما بيقولش نشيد بلده. فاعتقد ان الامور دي كلها اثرت بالسلب على المنتخب المصري، ولكن في المقام الاول لما كانش في روح، ما كانش في عداله، ما كانش في التزام، كل الامور دي اثرت ما عدا 3 4 لعيبه عشان ما نحطهمش في زمره اللعيبه دي. كانوا ملتزمين وبيطبقوا الاحتراف بشكله الطبيعي، ولكن الباقي ما كانش فيه، ما كانش بيعمل حاجه. طيب دي كانت مرحلة وخلصت، لكن المرحلة الحالية هي الأهم تحت قيادة الكابتن حسام البدري. عايز أتكلم، أنا بحب دايما الكواليس، فأنا عايز أتكلم في الكواليس. في الكواليس قبل تعيين الكابتن حسام البدري الأمور كانت ماشية إزاي؟ لأن في بعض الأحيان قلنا إن الكابتن حسام البدري في الأول خالص هو الأقرب، وبعدين قلنا إيهاب جلال، وبعد كده قلنا كابتن حسام حسن، كابتن حسن شحاتة، إيه اللي حصل؟ طيب ده كان الملف الصعب بالنسبة للجنة، والملف الذي أدير بشكل خاطئ من اللجنة كمان. الملف الذي أدير بشكل خاطئ، هو كمان قبل ما تكمل كان في تصريح للاستاذ عمرو الجنايني في المؤتمر الصحفي بتاع كابتن حسام بدري، قال ان احنا ما اتكلمناش على اسماء، وكل الاسماء اللي اتقالت دي كانت اجتهاد. انا اثرته وهتكلم فيه. كان الخيار الاول بالنسبه لهم خلاص هو مدرب وطني ولازم نختار مدرب وطني، وطلع الاستاذ عمرو الجنايني في بعض الاوقات اتكلم قال احنا عندنا 5، كابتن حسن شحاته، كابتن بالزبط. حسام البدري بالزبط. كابتن احمد حسام ميدو، كابتن حسام حسن، كابتن ايهاب جلال. البعض داخل اللجنه راى انه الكابتن ايهاب جلال هو الافضل وهو رجل المرحله بحكم ان هي دماء جديده، وبنكرر تجربه الكابتن حسن شحاته لما جبناه من الراجل كان موجود في الدرجه الثانيه وفجاه بقى موجود في صعد بالمقاولين، كسب اهلي، كسب زمالك، فجبناه منتخب عمل نتائج بالظبط. فهم قالوا هنجرب التجربه ونعيدها، ولكن الكابتن ايهاب جلال اعتذر الساعه 3 بالليل منتصف الليل. يعني كانوا مستقرين خلاص على الكابتن ايهاب جلال؟ والله تم ابلاغ الكابتن ايهاب جلال بان هو مدير فني لمنتخب مصر، والكابتن ايهاب جلال اتصل بالكابتن محمد فضل الساعه 3 منتصف الليل، اللي هو يوم ايه، يوم الاعلان على الكابتن حسام بدري. يوم الاعلان على الكابتن حسام البدري دوت كان المفترض، هو كان المفترض يعلنوا على الكابتن ايهاب جلال قبل الكابتن حسام البدري مثلا بيوم او اتنين. جم قال لك لا، ده في تراجع وفي حد تاني بيقرب. جم الساعه 6 بالليل اعلنوا الكابتن حسام البدري بالظبط. اليوم اللي قبليه بالليل الساعه 11 بالليل كان في اجتماع في اتحاد الكوره، وتم ابلاغ الكابتن ايهاب جلال بجهازه الفني المعاون بان هو موجود، رجع الساعه 3 بشروطه، هو بشروطه كويس عشان شروطه دي عجبتني قوي لان دي هنحتاجها بشروطه. قال انه انا بعتذر، مش هينفع اكمل في، مش هينفع ابقى موجود. ايه الاسباب؟ اسبابه مش ماليه طبعا، ولكن تم تسريب خبر ان الكابتن ايهاب جلال رسميا هيبقى مدير فني منتخب مصر الساعه 10 بالليل. كنت انا من ضمن الناس اللي نزلت الخبر، وبناء على اسم من داخل اتحاد الكوره، وهو اللي طلع، ما فيش صحفي كتب معلومه غلط في الملف بالظبط. خد بالك، دي حقيقة. كل اللجنه بتتكلم مع كل الناس، وكل اتحاد الكوره بيتكلم مع كل الناس، ما فيش صحفي كتب معلومه غلط. بس بتروح لمصدر، ده بيديك معلومه وده بيديك معلومه ثانيه وده بيديك حسب اهوائهم الشخصيه. حسب اهوائهم طبعا. ملف المدير الفني داخل منتخب مصر ادير بالهوى في الفتره، ولكن لتجميل او لحفظ ماء الوجه تم ان احنا نمشي في سكه ان هو تم اختياره طبقا للمعايير العالميه. هقف عند كلمه معايير عالميه اللي قالها الاستاذ عمرو الجنايني، لانه لو معايير عالميه ما فيش واحد من الخمسه يمسك منتخب مصر، مع احترامي للكل. لو بالمعايير العالميه ما فيش واحد في مصر بينطبق عليه حاجه اسمها معايير عالميه. في مصر بشكل عام مش من الخمسه. مش من الخمسه، ما هو احنا بنقول بقى الخمسه كمصريين. لو معايير عالميه ما فيش واحد من كل مدربين الدوري ينطبق عليه حاجه اسمها معايير عالميه.
عشان نبقى ايه متفقين او اللفظ خالي. ايه هي المعايير؟ ما هو ما ردش، سالنا السؤال ده في المؤتمر ما ردش على المعايير يعني. ولكن لما اعتذر الكابتن ايهاب جلال الساعه 3 الفجر كان في هنا خلاف بين استاذ عمرو الجنايني وباقي اعضاء اللجنه، لانه استاذ عمرو الجنايني كان ميال جدا للكابتن حسام حسن، ميال جدا للكابتن حسام حسن. طبعا وميال جدا انه لو مش الاختيار دوت يبقى بعديه كابتن حسام البدري، فاذا كابتن حسام البدري الاختيار الثالث لمنتخب مصر الثالث. كابتن حسن شحاده كان موجود ومتفرد لوحده، كان هو رقم واحد، ولكن لما جه كابتن حسن شحاته تم استبعاده وقال انه عامل السن، وميدو كان المفروض ميدو يشتغل معاه مدرب عام، وده كان هيتم حسم الامور بدري ويشتغل الجهاز دوت، ولكن لما ميدو رفض وقال انا هكمل تجربه المقصه فتم انهاء الفكره دي. لو جينا بصينا انه كابتن محمد فضل، كابتن احمد عبد الله، باقي اعضاء اللجنه عايزين كابتن ايهاب جلال باللي معاه، الكابتن عمرو الجنايني كان محتاج كابتن حسام حسن. على الترابيزه تم التصويت وتم اكتساح 4-1 للكابتن ايهاب جلال. كويس. تم ابلاغه وتم اعتذاره ثاني يوم. برضو اسباب الاعتذار يا احمد، اسباب اعتذار الكابتن ايهاب جلال ايه هي؟ انا برضو نسيت اقول لك في الحته دي انه لما نزل تم تسريب الخبر، الكابتن ايهاب جلال شاف صدى مش حلو على على السوشيال ميديا وفي الدنيا وعلى المواقع انه ازاي، وبدا حس ان في حرب كبيره جدا ضده، بجانب انه هو عنده 3 مليون وكيلو واخدهم من النادي المصري. ال 3 مليون كانوا عباره عن 3 شهور ب 800,000 الشهر، بجانب 50,000 دولار للنادي الليبي اللي سابه جه، بجانب الضرايب اللي عليه فيها 3 مليون جنيه كان مطالب اتحاد الكره يدفعهم، فاتحاد الكره قال مش هندفعهم. تم اقتراح من احد اعضاء اللجنه انه نادي المصري عنده مشكله في القيد وعنده فلوس كتير ممكن نخصم الفلوس دي في دي، فتم رفض الموضوع لان ما ينفعش الخلط. ولكن صدقني يعني يلا مصدقك حفاظا على ناس كتير انه اعتذار الكابتن ايهاب جلال عمل مشكله كبيره وعمل خناقه كبيره داخل لجنه اتحاد الكوره، وحتى اتخانقوا مع الكابتن ايهاب جلال انه ما كانش ينفع ان انت تعمل فينا كده، واتقال له كلام يعني ما ينفعش انه يتقال. انت كلام معناه ايه يعني؟ فيما معناه ايه؟ معناه ان هم هيشوفوا الدور يعني. فاهمني؟ والله انا ممكن يعني يعني ان هم بيدوا له حجم اكبر من احنا حجمه. احنا اللي عملنا كده، مع ان هو طبعا مدرب كبير يعني طبعا، وانا بحترمه جدا على فكره، ولكن لما لف الموضوع تاني فخلاص قال لك طب حسام حسن، فكانوا التانيين رافضين اصلا فكره حسام حسن، فخلاص بقى مين الخيار الثالث؟ كابتن حسام البدري. طب نجيب الكابتن حسام البدري. طب لو جبنا الكابتن حسام البدري ما هو لازم، ما هو اي مدرب ليه جناحات بيشتغل بيها، لا لازم نقصقص الجناحات دي شويه. طب نعمل ايه؟ طب كابتن طارق مصطفى احنا اللي كنا جايبينه مع كابتن ايهاب جلال لازم نجيبه. كابتن ايمن طاهر كنا عايزين نجيبه. طب لا خلاص لازم نجيبه. بالظبط. طيب كان كابتن عماد متعب كان مطروح طبعا، وتم مطروح ايه؟ تم ابلاغ الكابتن عماد متعب ان هو مدير منتخب مصر مع كابتن ايهاب جلال، مع كابتن ايهاب جلال. ولكنه اعتذر فور قدوم الكابتن حسام بدري. اول ما عرف هو اللي اتصل واعتذر، انا مش موجود علشان ما يطلعش الكلام يتقال بعد كده. لما اعتذر كابتن حسام البدري كان عنده امل ان هو يجيب كابتن احمد حسن مدير منتخب، ولكن تم الاتصال بالكابتن محمد بركات انت موجود مدير منتخب، بحيث انه عمليه احراج وضغط على الكابتن حسام البدري. يعني الاتصال بالكابتن محمد بركات كان من مين؟ يعني مش كابتن حسام البدري، كابتن محمد فضل. كابتن محمد فضل بالظبط. تم الاتصال بيه وان انت هتبقى موجود معانا مدير منتخب. لما كابتن حسام جه قال انا عايز كذا، قالوا لا احنا كلمنا كذا فمش هينفع، هنعمل مشكله. كابتن طارق مصطفى اختيار كامل من اللجنه، كابتن ايمن طاهر اختيار كامل من اللجنه، كابتن احمد ايوب ما كانش موجود، قدر الكابتن حسام بدري ان هو يدخله بس كمدرب ثالث مش ثاني، يعني كابتن طارق مصطفى هو المدرب العام رقم واحد، المدرب العام رقم اثنين كابتن بس احمد. بس الاعلام في المؤتمر الصحفي كان من قبل الكابتن حسام البدري ان اثنين مدرب معايا، اثنين مدربين، ما قالش مدرب عام ولا مدرب مساعد، قال اثنين، كابتن احمد ايوب وكابتن طارق مصطفى، ما قالش التايتل بتاع كل واحد لوحده. مدرب عام، مدرب عام رقم واحد كابتن طارق مصطفى، مدرب عام رقم اثنين كابتن احمد ايوب، مدرب مساعد كابتن سيد معوض، مقترح اخر انه كابتن محمد شوقي بعد بطوله افريقيا 23 سنه ينضم كمدرب مساعد بحكم ان هو رابط بين المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول ككادر جديد. بس علاقه كابتن محمد شوقي دايما بكابتن حسام بدري مش قويه يعني. ولا بكابتن بركات. ولا بكابتن بركات؟ عشان برضه ولا بكابتن بركات يعني. مين اللي علاقته كويسه يعني؟ فبالتالي كده انا شايف انه كابتن ايهاب جلال لما قلنا بشروطه دي هو فرض شروطه. كابتن حسام بدري ما عرفش يفرض شروطه. يعني كابتن حسام بدري جاء مجبر على الناس اللي معاه يعني مجبر. هو اختار مثلا ايه كابتن معوض كابتن احمد ايوب، قال كلمه حلوه جدا كابتن حسام البدري في وانا مبسوط ان هو قالها يعني لان هو معترف يعني، قال لك كنت بعدي قدام صوره اتحاد الكوره بقول يا رب يعني انا بتمنى ان انا امسك منتخب مصر. اي حد يتمنى طبعا. بتمنى فهو كان عنده مشكله في دي من ايام 2014 لما كان مدير فني المنتخب الاولمبي، وكان كابتن شوقي غريب مدير فني المنتخب الاول، تم بس تبديل الادوار ان هو يبقى مدير فني منتخب اول،
والتحقيق برضو سبحان الله صفه غريبه ان كان كابتن حسام بيدور اياميها على الاولمبياد. كابتن شوقي دلوقتي برضو على الاولمبياد. كابتن شوقي اياميها كان عايز امم وكاس عالم، دلوقتي برضو كابتن حسام جاي امم وكاس عالم. فده تطوير رهيب يعني في الكره المصريه. فانا شايف انه الكابتن حسام ما قدرش يفرض شروطه على اتحاد الكره، لانه جه من بعيد يعني جه من بعيد. اداره الملف الخاطئ من اللجنه المكلفه باداره اتحاد الكره، الملف المدير الفني، هي من اتت بالكابتن حسام البدري. رغم الاتفاق والاعتراف ان الكابتن حسام البدري مدير فني جيد وكبير وعنده انجازات مع النادي الاهلي عظيمه ومع بعض الانديه في بعض البلدان يعني، لكن احنا بنقول السيناريو اللي حصل. انا بحكي كواليس. انا بحكي كواليس بحيث انه ما نرجعش نقول انه طب في مشاكل موجوده ليه، طب في ازمات موجوده ليه، لكن اداره الملف الخاطئ للمدير الفني من اللجنه بالظبط هي من اتت بالكابتن حسام البدري مدير الفني لمنتخب مصر، عشان نبقى نقطه من اول السطر. تمام. لم يكن الخيار الاول، لم يكن المرشح الاقوى، اي حاجه من الحاجات دي ما كانتش موجوده. بالنسبه بقى للمرحله اللي جايه الكابتن حسام البدري هيعمل ايه؟ كابتن حسام هو قاعد بس خلينا نقف بس عند الجهاز المعاون شويه. لسه عايزين نخرج بقيه الكواليس يعني. هل من الصح يا احمد ان يتم اختيار جهاز معاون في توازنات ان لازم يبقى فيه من الاهلي والزمالك وكلام من ده؟ هل ده اللي هينجح، ولا كان المفروض ان كابتن حسام بدري يكون عنده كل الحريه في اختيار كل الجهاز المعاون ليه يعني؟ اللي انت بتقوله انه مش عارف اجيب لها مثل، بس اي حد عايز ينجح يشتغل برجالته طبعا، بس لازم برضو اهل الثقه لازم يكونوا اهل كفاءه. بالظبط يعني رجالتك لازم يكونوا اكفاء. يعني انا مش هجيب اهل الثقه يعني لمجرد ان هم رجالتي. لازم اهل الثقه، هي المعادله هنا صعبه شويه، اجيب اهل الثقه مع اهل الكفاءه. بالظبط. ولكن انه يتفرض عليك بعض الاسماء، واللي اتفرضوا عليك الاثنين زملكاويه سواء كابتن طارق او كابتن ايمن طاهر، مع العلم مدربين كويسين جدا، افضل مدربين طبعًا في الدوري المصري سواء كابتن طارق مصطفى او كابتن ايمن طاهر، ولكن انه انت متقبل الوضع او لا. انا من كواليسي او من معلوماتي انه الكابتن حسام ما كانش متقبل وقال لا، ولكن تحفظه كان تحفظ العشمان يعني على استحياء انه انا محتاج ان انا ابقى موجود، فبالتالي خلاص يعني امشي الامور. مع انه هو كان عنده فرصه ممتازه. شوف لو كابتن حسام البدري تم الاعلان عن اسمه خلاص بشكل رسمي مدير فني، كابتن حسام البدري انتظار تشكيل الجهاز، فهو كان ممكن يختار اللي عايزه. وقال لهم انا عايز ابقى لوحدي مثلا، عايز انا عايزكم تجيبوا دروجبا معايا، هيجيبوه له. ليه؟ لانه لو ما جابوش هيطلع يقول ما جابوش. خلاص فاللجنه فشلت فشل ذريع في اداره الملف. وده اللي كان بيلعب عليه الكابتن ايهاب جلال. لكن انت جيت خلاص وتم الاعلان عنك لحفظ ماء وجه اللجنه والوقت اللي اتاخر والاداره الخاطئه، فبالتالي كان لازم انت تبقى موجود. هو ده كان اللي انت لازم تضغط عليه ان انت تقدر. ولكن اللجنه برضو كانت ذكيه انه مدير منتخب، مدرب عام، مدرب حراس، مدرب مساعد لسه هيدخل، اداريين، الامور كلها متحزمه. هو في الاول وفي الاخر كلهم مصريين وكله منتخب مصر طبعا، ونتمنى لهم يا رب كل التوفيق، ما يبقاش في اي مشاكل ولا اي ازمات. احنا نفسنا الكره في مصر، المنتخب الوطني بالتحديد، يرجع زي الاول يعني. بص احنا برضه عشان انا عن نفسي كشخصيا انا اتعودت انه في اي مكان هقول المعلومه بالزبط. مش هقول انه مش هطلع اقول ان احنا بندعم، ما كله بيدعم، كلنا بندعم طبعا. لا ولازم ندعم. هو احنا قاعدين مثلا ما بنشجعش منتخب مصر او احنا مش عايزين منتخب مصر يكسب او بالعكس. انا شايف انه ان انا اقول كواليس حصلت او ان احنا نقول معلومات حصلت، بحيث ان الصفحات دي تتقفل، نبدا نفكر في الجديد، نبني على الجديد. ده الاهم طبعا. بالظبط. شايف انه الموضوع خلص بالنسبه له، لكن الجهاز الفني خلاص بقى امر واقع بالنسبه للكابتن حسام بدري. بدأوا يعملوا اجتماعات، كان عنده فعلا عرضين، عرض برازيل وعرض ارجنتين، ولكن كابتن حسام رفضهم طبعا، هتبقى مجهود قويه ومحسوبه ضده في الاول. وده بعتبره ذكاء شويه من كابتن حسام بدري عشان ما يبتديش، ولا كان ممكن يبقى فيه جرأه؟ بص اي مدير فني كان هيك كان هيعمل كده. هيقول لك انا عايز بوتسوانا، عايز ايه، ادخل المنتخب بفقل كويس يعني، وان انا داخل كسبان. اذا احنا هنلعب بوتسوانا خلاص يوم ايه؟ يوم 15. بوتسوانا لا بنسبه كبيره لسه من يوم 12 ليوم 15 ما تحددش الميعاد. لكن المعسكر يوم 7. هو الكابتن حسام بدري اخذ قرار ان هو يعلن القايمه يوم 6. ما هو ده بقى اللي انا عايز اتكلم معاك فيه. يعني مثلا النهارده بقى اخبار اليوم بتقول ايه، في مبشرين بالتواجد في منتخب مصر، فانا عايز اخد منك القايمه اللي ممكن يتم الاعلان عنها، ممكن يكون مين؟ طيب انا هقول لك انه نحط الخطوط العريضه للقايمه، انه عندنا 5 مباريات، ده اللي الجهاز بيقعد يتكلم فيه. 5 مباريات. عندنا 5 مباريات يوم 5 اكتوبر، وعندنا 5 مباريات يوم 6 اكتوبر. فبالتالي الماتشات دي الجهاز الفني هيتفرج عليها، هيتوزعوا كلهم في الدوري قصدك يعني؟ في الدوري. ويتم الاعلان على القايمه مساء يوم 6 اكتوبر. احنا في 5 لعيبه عندنا محترفين، محمد صلاح والنني وحجازي وتريزيجيه واحمد حسن كوم. بالزبط. دول 5 منهيين تم ضمهم. بالظبط. القايمه هتعلن يوم 6.
هل هم حطوا خطوط عريضه للقائمه؟ بالفعل حطوا خطوط عريضه، ولكن هو الراجل لما قعد معاهم قال لهم انا عايز اعمل قائمه تبقى قائمه العدل. العدل فعلا، العدل. قال كده في المؤتمر. يعني قال انا عايز اعمل قائمه العدل. قائمه العدل دي انا اللعيب اللي بيأدي، مش شرط انه يبقى عنده خبرات ايه، انا ممكن اجيبه مع لعيب خبرات يستفاد منه. مع ان هو عايز ينزل بالاعمار السنيه، مع ان هو ينزل بالاعمار السنيه دي هتخلينا نقابل ازمه بعدين، خد بالك في ان هو يروح المنتخب الاولمبي. فهيبقى يعني خلينا يعني فهمني، دي هتحصل الفتره اللي جايه وهنشوف يعني من الكواليس برضه. فبالتالي هو حط ايديه على بعض اللعيبه، وان كنا ممكن نقول منهم 20 لعيب يتبقى لي ان هو 3 او 4 لعيبه هيبدا يدور عليهم، نقولهم يعني انه الكابتن ايمن طاهر قال له انا مستقر تماما على 4 أو 5 حراس، ولكن عندي 3 اساسيين، والطبيعي اي حد في الشارع ممكن يقولهم، ده مش انفراد يعني، انه محمد الشناوي ومحمد عواد واحمد الشناوي بيراميدز، بجانب ان هو الراجل مقتنع جدا باحمد عادل عبد المنعم. احمد عادل عبد المنعم مقتنع جدا باحمد عادل عبد المنعم، وكمان مقتنع حارس مميز في الحقيقه بالظبط، وكمان مقتنع بالمهدي سليمان، ولكن المهدي سليمان بياخد ماتشات يدخل ويطلع يدخل ويطلع، فهو شايف مع عامل السن الكبير بتاعه، ولكن هو من ضمن حساباته ايضا. بس الثلاثه اللي في الاول انا قلت لك عليهم الشناوي وعواد واحمد الشناوي، يعني اثنين شناوي وعواد، اثنين شناوي وعواد بيفكر في الحته اللي ناحيه الشمال دي، انه عندنا احمد فتحي شال كتير جدا، وانا لما ناحيه الشمال ناحيه اليمين معلش عشان احمد ما سابش مكان غير لما بالظبط ما شاء الله عليه يعني. ناحيه اليمين انه بيفكر في بطوله الامم 2021. فتعالى خلينا نفكر بشكل عملي، لو احمد لعب معايا التصفيات دي والتصفيات بتاعه كاس العالم مش هيديني في البطولتين. فهو بيفكر ان انا لا لازم انزل بالاعمار شويه. احمد ممكن يبقى موجود لمرحله معينه، هو ما نفاش او ما قالش ان انا هستبعد اللاعبين كبار السن بالمناسبه في مؤتمر صحفي، يعني ممكن يلجا ليهم. هو ممكن، ما انا بقول لك هيلجا ليهم في ظروف يعني، في معنى في ماتش بوتسوانا هيجرب لعيبه جديده خالص يعني. هتبص تلاقي محمد هاني موجود، هتلاقي راجل بكار موجود، لان هو راجل بيفكر فيهم ان انا عايز ادفع بالناس دي بحيث ان انا اقدر اشوفهم، ان انا هيجي هيبقى معاه حجازي ومعاه باهر المحمدي ومعاه محمود علاء في قلب الدفاع. دول الاختيارات، دي اختيارات محمود علاء مع باهر مع حجازي. وما ينفعش يجي يجيب 24 او 25 لعيب غير اللي كانوا موجودين في اخر قائمه. هو لازم برضو القوام الرئيسي موجود، يعني المحترفين كانوا بيجوا 8 أو 7 بالظبط، شال منهم المحمدي وكهرباء مثلا، او شال ووردة. محمدي ووردة. كهرباء ما كانش موجود. فبالتالي يشيل بيحاول، وهيجيب مكانهم ناس لو لقى البديل اللي جابه من الدوري المحلي مش بنفس المستوى بتاع المحمدي وبتاع ورده وبتاع كهربا. واعتقد ان ورده مش هيرجع منتخب مصر تاني لاسباب تربويه يعني، مش هيرجع. يعني الكلام كان في كلام تم معاه من قبل اللجنه انه الالتزام رقم واحد يبقى موجود، اللعيبه اللي بتخرج عن النص حتى مع انديتها لازم يكون ليها عقاب في المنتخب، ما ينفعش ان هو يبقى مخطئ في ناديه، ودي حاجه جيده. انا دي حاجه كويسه طبعا، انضباطيه مميزه، كنوع من انواع ان انت تقوم اللعيبه وكده. ماشي، اذا محمود علاء، باهر المحمدي، واحمد حجازي. بيتفاوض بقى على المكان الرابع في الحته دي، هيبقى عنده لعيبه كتير بقى، هو لسه بيشوف منهم، بيشوف بقى سواء رامي ربيعه سواء محمد عبد الغني الزمالك، بيظهر له بعض اللعيبه هو هيركز عليهم يشوفهم في الفتره اللي جايه. طيب. هو برده عشان ما اطولش عليك، محمد حمدي. عايز اتكلم على الاسماء اللي تم الاستقرار عليها. اقولهم لك كلهم ورا بعض؟ طيب، محمد الشناوي، محمد عواد، احمد الشناوي. تمام. محمد هاني، رجب بكار، احمد حجازي. هاني وبكار وحجازي. احمد محمدي، باهر محمدي، ومحمود علاء. علاء. ناحيه الشمال محمد حمدي، وفاضل له واحد هو مش عارف يجيب مين. لكن هو مستقر على محمد حمدي. مستقر على محمد حمدي، اولا برضو انه الكابتن حسام بدري كان عايش في بيراميدز. طبعا. فهو عارف اللعيبه عن قرب ومقتنع بلعيبه معينه، فاكيد اللعيبه دي هتبقى موجوده معايا. ماشي، واحد هيبقى مع محمد حمدي مش عبد الله جمعه؟ بص، عبد الله جمعه في الاختيارات، بس عبد الله جمعه هم عايزين يحطوه في الحته اللي قدام اللي هي مكان محمد صلاح. محمد صلاح يعني، بس عبد الله في الاختيارات يعني، انا مش عايز احطه هنا، هم حاطينه في الحته اللي قدام. اوكي، مع انه النني وطارق حامد ودونجا لا خلاف عليهم. مع عنصر رابع بقى لسه بقى هو هيشوف من بعيد، سواء السوليه سواء حد تاني هو حمدي يعجبه. فتحي مش في السوليه، ممكن حمدي فتحي يعجبه. بس لسه حمدي فتحي ما اتكلموش عليه. بص، القائمه دي لو محطوطه 20 واحد هتلاقي كل مدرب فيهم حاطط 5 6، ولكن القرار النهائي لكابتن حسام البدري. فانا بقول لك المفاوضات اللي تمت خلال 4 أو 5 أيام ان هم بداوا يتكلموا في الاسماء دي في ذهن كل مدير فني منهم، كنت في ذهن كل مدرب منهم. مع وجود تريزيجيه ورمضان طبعا الناحيه أكيد. اللي هي رمضان هيعود. رمضان هو مقتنع جدا كابتن حسام برمضان، وهو شايف ان رمضان في الحته دي كويس جدا، ورمضان للامانه كان استبعاده خاطئ من بطوله الامم. طبعا السوليه برضو في الصوره زي ما السوليه في الصوره. عندنا ناس في الصوره ثانيه، هو عارف انه الحته اللي في القلب دي منتخب مصر اتعود عليها، ما بقيناش عارفين نقلب طريقتها يعني. فشايف انه قفشه وعبد الله السعيد هم انسب 2 للحته دي.
يا يضمهم الاثنين يا يضم واحد ويدخل عليه وجه جديد، يعني يضمهم الاثنين يا يضم واحد منهم ويدخل عليه وجه جديد. وهم عندهم قناعات كبيره جدا بالثنائي، يعني عندهم قناعات كبيره جدا بس برضه عامل السن مع عبد الله ممكن يكون هو اللي بيرجح كفه لاعب اخر، بيرجح كفه لاعب اخر، او ان انا اسيب عبد الله واجيب لاعب اديله من عبد الله. يعني تستبعد قفشه، هو برضو الحسابات ممكن ياخد قفشه يوظفه وظيفه ثانيه. ما هو انت برضو في الاول في الاخر لازم يبقى عنده حلول. تمام. وفي الاول في الاخر ماتش بتسوانا مش ماتش رسمي، طبعا ماتش تجريبي. فبالتالي هيجرب فيه اكبر عدد مع محمد صلاح وعبد الله جمعه. الحته اللي انا بقول لك عليها عبد الله جمعه، هو برضو هنا بيتعامل انه اللعيبه استغله في اكتر من مكان. يعني انت بتشوف محمد هاني في الاهلي بيلعب باك يمين وبيلعب مساك، بتشوف عبد الله جمعه بيلعب باك شمال وبيلعب هاف. في لعيبه بتلعب اكتر. طب المهاجمين بقى سريعاً المهاجمين، هيبقى مهاجم مصر الأول بالنسبة لهم وحطونه رقم واحد محمد. مصطفى محمد، رفع عليك. صلاح محسن رقم اثنين، لأنه عايز ينزل بالأعمار في الحتة دي خالص، ده مهم. وده مهم. هو طبعاً مروان محسن كان ضمن الاختيارات، كان بس الإصابة بعدت، الإصابة لكن كان موجود في الاختيارات. كان موجود صلاح مروان محسن في في طيب الاختيارات. سريعاً قبل ما أختم، عايز أتكلم على محمد صلاح، هل هيشارك في وديت بتسوانا؟ هل هيكون متواجد في المعسكر بخصوصاً بعد المشكله الاخيره محمد صلاح؟ قبل ما ادخل الهوا كلمت حد مهم جدا في اتحاد الكوره، يعني واللي هم بيرسلوا خطابات وتجيلهم، قالوا احنا بعتنا خطاب انه محمد صلاح بنشد عليه ان هو يبقى موجود في مباراه بتسوانا. فبالتالي مفيش موجود في المعسكر، بس مش شرط يشارك في المباراه. لا، في المباراه مش شرط يشارك، مش شرط، لكن بس لو مش هيشارك في المباراه محمد صلاح كابتن بدري مش هيجيبه. لو جابه لازم يشارك. طيب ليه يعني؟ قال يدخله مع اللعيبه، ودخل اللعيبه معاه في الاجواء. مش سبب اخر يعني. مش سبب اخر، لا. موضوع شرط القياده؟ لا لا، بص، اللعيبه مش هتسيبه، لان انا عارف في الكواليس اللي قبل كده اللعيبه رفضت ان هي تسيب شرط القياده. لو اللعيبه وافقت لازم بالاقدميه. لا، اقدميه، مع ان السياسه دلوقتي في العالم كله ان خلاص لو لعيب الجهاز الفني شايف ان ده الانسب ان يبقى معاه شرط القياده، خلاص هو ده، ملهاش علاقه بالاقدميه يعني. والله انا برضو شايف ان هي مش مش شرط، انا مش شايفها بالنجوميه. ما هو تريكا ما كانش كابتن منتخب ولا لعيبه كتير كانت كابتن منتخب. انا مش شايف ان هي مش بالنجوميه، ولكن شايف ان هي في الاقدميه، وطالما ده عرف متماشى الا اذا تنازل النني واحمد حجازي لصلاح، فده يبقى شيء طيب منهم يعني. غير كده انا ما فيش اي معلومه في ان هي هتقول ان هم هيسيبوها يعني. ما اتفتحش الموضوع اصلا، يعني هتفضل مع الاكبر سنا او الاقدم يعني. خد بالك الكلام ده هيتفتح كتير جدا، لانه الفتره اللي جايه ولاعيبه زعلت، ولانه دايما كان يتقال على الكابتن حسام البدري انه عدو النجوم. لا لا، سيب الراجل يشتغل وهنشوف بالزبط. وبعد كده نقول بقى. يا احمد انا استمتعت جدا في الحقيقه، نكررها بقى ان شاء الله، ان شاء الله نغير اللوك و... انا بشكرك شكرا جزيلا، اتكلمنا في امور كتيره جدا ونورتنا وشرفتنا طبعا. انا مبسوط جدا ان انا معاك امير، ويشرفني دي اول حلقه تكون معاك ان شاء الله، يعني ما تكونش الاخيره. مبسوط جدا ان انا معاك امير، تتكرر باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا احمد، زميلنا وصديقنا العزيز الاستاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي، كان ضيفنا في حلقه كلام في الميديا النهارده، واتكلمنا في ملفات عديده جدا، بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي، وكمان فيما يتعلق بمنتخب مصر واللجنه الخماسيه. في كل الاحوال نتمنى كل التوفيق للاتحاد المصري لكرة القدم، وايضا لجهاز المنتخب بقياده الكابتن حسام البدري لما هو قادم من تحديات هتكون مهمه اكيد بالنسبه لهم وبالنسبه للشعب المصري كله. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.